إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبداية كنرحب بسيدي يوسف ناصيري وسيدي معاذ بوتقليمت كصانعي محتوى. فسيدي يوسف هو صانع محتوى بابتكار فكرة جديدة على الساحة الدعوية، واللي هي حوار مركب اللي كيديروه مع مشايخ علماء دعاة إلى غير ذلك بالطريقة الرائعة ديالو، واللي كتزيد توضح لنا أكثر الأقوال ديال العلماء والأقوال ديال المشايخ اللي كيدير معاهم هذا الحوار المركب. نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، كما نسأل الله عز وجل له التوفيق، نسأل الله عز وجل له الإخلاص والقبول. هذا من جهة، من جهة أخرى معنا سيدي معاذ هو صانع المحتوى، إلا أنه ماشي بحال سيدي يوسف، فهو ما كيبانش اللهم بارك. هو الله عز وجل من عليه ونعم عليه بمعدات بحال كاميرا ميكروفون إلى غير ذلك، فعوض أنه يستعملها في الأشياء التافهة ويمشي يصور بها الأشياء اللي ما غادي يستفدوا منها الناس والو، فهو الله عز وجل من عليه بواحد الفكرة ديال أنه يمشي ويبقى يصور للعلماء ويبقى يصور للدعاة ويبقى يصور للمشايخ. فمسكين كيتكبد العناء ديال السفر، فغتلقاه مسكين هو في مكناس كيصور للاستاذ ياسين العمري، هو في طنجة كيصور للسيدي سعيد الكملي، هو هنا هو. نسأل الله عز وجل له القبول، ونسأل الله عز وجل ان يرزقه الاخلاص في القول والعمل. فبداية، فالعنوان ديال هذا البث المباشر ديالنا هو التفاهة بين بريق الشهرة وفساد الأخلاق والقيم الإسلامية. فلعلنا نبدأ بتعريف الشخص التافه. تعريف الشخص التافه، الشخص التافه تيقول ألان في نظام، في كتاب ديال نظام التفاهة ديالو، باللي الشخص التافه هو الشخص اللي ما عنده حتى شي هدف وما عنده حتى شي فكرة، وهو إنسان عادي جدا، وما بل يقدر يكون قل من درجة عادي جدا، وهو واحد الإنسان اللي ما يمكن يستفد منه والو، حيت أصلا ما عنده والو. فهذا الإنسان هذا لاش ديناه وعطيناه وقلنا له هاك صنع لنا واحد المحتوى، بالله عليكم اش غادي يقدم لك؟ غادي يقدم لك واحد المحتوى اللي هو تافه جدا، يقدم لك واحد المحتوى اللي هو ما عندك ما تستفد منه، ما غادي يعطيك بالعربية تعربت والو، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. واش انت واحد ما عنده ما يعطيك وكتسنى يعطيك؟ اش غادي يعطيك؟ هو اصلا ما عنده ما يعطي. وبالتالي فهذا الشخص التافه هذا اللي ما عنده لا فكره لا موهبه لا انجاز لا اختراع لا والو، ملي كيطيح في هذه الفرصه هذه ديال انه يصنع واحد المحتوى، فراه كيعض فيها. هذا الشخص التافه هو بطبيعه الحال ماشي كسول، هو ما عنده والو ولكن ماشي كسول، باش نحط كل حاجه في بلاصتها، هو انسان تافه مجتهد. كيفاش مجتهد؟ يعني تينوض ماشي تيبقى ناعس، كينوض وكيمشي وكيهز البورتابل ديالو ولا كيهز الكاميرا وكيصور راسو وكيهضر الى غير ذلك. اذا ماشي هو نعاس، هو ماشي واحد انسان كسول نعاس، هو انسان مجتهد، الا انه انسان مجتهد ليس في جعبته شيء، ما عنده والو في الجعبه ديالو. داكشي علاش ملي كينوض في هذا الاجتهاد ديالو كيكون سلبي ماشي ايجابي. يعني التمره وهذا العرق اللي كيضربهم في الزيرو، كيضربهم في الخاوي. وبالتالي ملي كيضرب هالتمره ديالو وما كنستافدوا منه حنا والو، وكيوقعوا ليه واحد جوج حوايج في حياته كيزيد يعض. اشنو هما جوج حوايج؟ كيطيح اول حاجه في المال، يعني ملي كيدير هذا المحتوى راه مواقع التواصل الاجتماعي راه كدور معاه، لانها كيجيب ليها الكليان بالعربيه تعرف، كيجيب ليها الكليان لهذه المنصه هذه ديالهم، مثلا يوتيوب فيسبوك انستغرام تيك توك الى غير ذلك، بالتالي كيدور معاه، اذا كيحصل على الفلوس بطريقه بسيطه جدا، يعني ما غير متعبه. زائد كيحصل على حاجه اخرى اللي هي الشهره، كيحصل على هاد جوج حوايج. ملي كيحصل على هاد جوج حوايج بين ليله وضحاها، هو راه غير البارح كانوا كيعرفوه والديه وخوته الهبال ديالو، هاد ثلاثة الناس اللي كانوا كيعرفوه واحد ثلاثة ديال صحابه ودوك اللي كيقراو معاه بطبيعة الحال في المدرسة، بين ليلة وضحاها ولا كيعرفوا المغرب كامل،
الا ما قلناش العالم العربي، الا ما قلناش، ما غاديش نقولوا العالم كامل، حيت ما كيفهموش الدارجه ديالنا. وبالتالي ملي كيحصل ليه هذا النوع ديال الشهره بين ليله وضحاها، فراه ما تيقدرش مازال يتخلى على هذا المحتوى ديالو، وبطبيعه الحال كيحس براسو باللي هو راه كيقدم شي حاجه هو ما كيقدم لنا والو. اذا ملي كيحصل على الشهره والمال، يعني راه كيصعب على هذا الانسان التافه انك تحيده من المنصب اللي تحط فيه، حيت راه ارتقى واحد المنصب اللي بزاف عليه، ولكن ارتقاه، ارتقاه لاننا نحن نعيش في زمن الرويبضه كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نبدا بالسؤال الاول اللي كيطرح راسه هنا، هو هذا المال وهذه الشهره هذه. نرجعوا شويه للور، واش كان من السهل اننا نحصل عليها بهذه الطريقه هذه اللي ولينا كنحصلوا بها اليوم؟ سيدي يوسف، اليك هذا السؤال هذا، استر الله امرك. بعدا بغيت نسولكم، داير واحد الريحه واش كتشموها؟ انا ما وصلني شيء. احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. والاخ يوسف، حنا سبحان الله العظيم، يعني كما قلتي في السؤال ديالك، واش هذا المال وهذه الشهره هذه كان ممكن الانسان انه يحصل عليها شحال هذه بنفس السهوله ديال دابا؟ واكيد انه كما كنعرفوا حنا شحال هذه، الا ما كنتيش ذكي واخترعتي شي اختراع، ولا ابتكرتي شي ابتكار، ولا اكتشفتي شي اكتشاف، ولا كتبتي شي كتاب، ولا استنبطتي لنا واحد العلم جديد، مستحيل انك تعرف، ومستحيل انك تشهر، ومستحيل انك تدير الفلوس. لانه سبحان الله العظيم الناس شحال هذه كان صعيب انك تقنعهم، كان صعيب انك يعني تخليه انه ينبهر بذاك الشكل اللي الناس دابا تينبهروا على ابسط الاشياء. دابا ممكن غير تخرج لبرا، جوج دراري يكونوا كيدابزوا، جميقه ديال الناس غادي تجمع عليهم، يكون يعني تقدر تجمع 100 واحد، 1000 واحد، الناس كتفرج في دوك الناس تيدابزوا، ولا قصيده مثلا الله يستر وقعت في شي بلاصه، ولا الناس يعني دغيا ممكن تثير الانتباه ديالهم، انك يعني دغيا تجبدهم، دغيا يقدروا يوليو يعتبروك مشهور. كاينين دابا ناس اللي هما كما قلتي يعني ولات واحد اللعيبه يعني في فيسبوك سميتها النجوم، لي زيطوال، كيوليو الناس كيشريو بزاف ديال ورود ولا شي حاجه بحال هكا، كل حاجه والقيمه التسويقيه ديالها، كل حاجه والقيمه ديالها، وتيدعموا بها دوك الناس. يعني دابا انا الا شفت واحد الانسان تيشطح في تيك توك ولا كيشطح في فيسبوك ولا شي حاجه بحال هكا، وتيقدم واحد المحتوى تافه، انا تنولي تندعمه. باش كندعمو؟ كناخذ من المال ديالي الخاص، تنشري دوك لي زيطوال وكنبارطاجيهم معاه في فيسبوك، هادي تنحرك له انا العجله. يعني شحال هادي راه ما كان، راه الناس كانوا كي يعني كتلقى مثلا غير العلماء اللي كانوا ديك الوقيته، يعني فاش كيمشي يقرا العلم عند شي شيخ من الشيوخ ولا عالم من العلماء، راه تيقطع سنوات وهو تيمشي وتيقلب من هنا ومن هنا وهذا، وفي الاخر راه تتلقاه راه ما عنده لا مال لا والو، ما عنده حتى شي حاجه يعني في الجيب ديالو، تيضحي بزاف ديال الحوايج باش انه يحصل على، وقاش كيتشهر سبحان الله العظيم بزاف. دابا ديال الامام مالك مازال ليومنا هذا الناس يذكروه، عنده كتاب، يعني الكتاب الاول من بعد كتاب الله عز وجل، اللي هو واحد الشهره كبيره، هو الموطأ ديال الامام مالك رحمه الله عليه. فسبحان الله العظيم هو باش نال ديك الشهره نالها بواحد الكتاب اللي هو عظيم، واحد الكتاب اللي فيه الخير للامه. ولكن كما قلتي دابا انا غادي ندوز، غادي نهز انا مثلا التليفون ديالي، غادي ندير شي شطحه مبتكره ولا شي تخربيقه بحال هكا، ولا نطلع اللايف مثلا، نولي انا ندير راسي، نحط الطحين في راسي، وندير شويه الزفت في وجهي والمسائل، دغيا غادي نولي مشهور. هذاك السيد تيضحكنا، هذاك السيد تيدير، ها الفلوس دخلوا، الناس تيعاونوني من الجيب ديالهم، من المال ديالهم الخاص، وها الشهره، وليت مشهور في الساحه ديال الوطنيه وفي السوشيال ميديا. علاش؟ لانه الناس، انا نقول لك واحد القضيه، دابا مثلا دخلتي ولقيتي يوسف الناصري تيقول لك قال الله قال الرسول، ولا دخلتي لقيتي يوسف ام سفوان تيقول لك قال الله قال الرسول، معاذ بوتقلمت، ولا شي واحد من الدعاه زهير متيام ولا الاخوه كاملين الله يحفظهم، لقيتي تيقول قال الله قال الرسول، انت طالع لك الدم مديرونجي بالخدمه نهار كامل، وانت بالستريس وهذا كتدخل، علاش كتقلب؟ كتقلب غير على اللي يضحكك، ما كتقلبش على اللي غادي يقول الكلمه ديال الحق، مع العلم انه لو انه الانسان يستشعر ذاك الانس بالله عز وجل
راه غادي تلقى باللي راه سبحان الله العظيم عندك غادي تلقى الاقبال ديال الناس، وغادي تلقى واحد الراحه نفسيه. وغادي ملي كان انا شخصيا ملي كنكون كنتفرج في شي محاضره ديال شي استاذ ولا شي عالم ولا شي داعيه ولا، سبحان الله العظيم كتفوج على راسك، كتحس بواحد الانس يعني من خلال ديك المساله اللي انت كتفرج فيها. ولكن بزاف ديال الناس دابا تيدخل ما تيبغيش يشوف هذا الشيء، يشوف الشيخ سعيد الكملي كيهضر ولا ياسين العمري كيهضر ولا شي واحد من الشيوخ ولا الدعاة، لا ما بغاش، بغا هو شي واحد اللي يفوج عليه، شي واحد اللي يضحكوا، شي وحده مثلا اللي تكون طالعه في اللايف ما لابساش مزيان وهذا ومعريه باش يفوج على راسه، ولا كيقول لك انا النهار كامل وانا في الخدمه خصني نجي اليوم نشوف شي حاجه اللي غتفوج عليها، شي حاجه اللي تنقلني لذاك العالم الاخر. العالم الاخر هو بالنسبه لي هو اش؟ هو انه يشوف هاد الناس هادو وانه يتفرج فيهم. فللاسف يعني دابا ولاو ما بقاتش كتهم الغايه، ما بقاتش كتهم الوسيله، كتهم غير الغايه، يعني باش ما جبتيها بالحلال، جبتيها بالحرام، ما بقاش يهم ذاك هاد الشيء هذا، ما بقاش كيهم. يعني اللي كيهم هو انه خصني انا نبان في الواجهه، خص الناس تعرفني. ومازال غادي نتطرقوا في هذا اللايف باذن الله عز وجل لبزاف ديال النماذج ديال الناس، بزاف ديال النماذج. كنتو كتسمعوني؟ صحيح صحيح، كنسمعوك اسديس. يعني غادي نتطرقوا باذن الله عز وجل في هذا اللايف باذن الله. انا عندي جوج ديال النماذج ديال الناس اللي كانوا تيديروا محتوى تافه وكانت النهايه ديالهم خايبه، وباذن الله عز وجل يعني نقدر نتمنى نكون انا جاوبتك على السؤال ديالك اخي يوسف. جزاك الله خيرا انا ودي سيدي يوسف، الله وفقيت ووفيت، يسر الله امرك. فعلا دابا كما قلت ودي سيدي يوسف، دابا في القديم كان صعيب انك تحصل على المال وتحصل على الشهرة، يعني خصك تكبد معاناة، خصك تمشي فعلا تقرا، خصك تمشي، كتسمعوني ياك؟ كنسمعوك اخي يوسف. خصك تمشي تقرا، خصك تمشي تطلب العلم، خصك تمشي عند مشايخ، خصك تكون اخترعتي شي حاجة، خصك تكون درتي شي حاجة ما كانتش، خصك تكون فتي البشرية باش تشهر وباش تكون وباش تحصل على المال، وحتى الدرجة ديال المال اللي غادي تحصل عليها ماشي بحال دابا. دابا اخي كما يوسف قلنا ولات نزيد لك واحد النقطة، هو شحال هذه؟ مرحبا. الا كنتي بغيتي تشهر عندك جوج ديال الحوايج، يا اما غادي تمشي تطلب العلم وغادي تولي بحال دوك العلماء الكبار والتابعين، كبار التابعين اللي مازال اليومين هذا كنترحموا عليهم وكنذكروهم، يعني انك تكون غادي في الطريق ديال الخير وتكون واحد الانسان اللي كيطلب العلم ويريد الخير للبشرية، ولا انك تكون واحد الظالم واحد الطاغية كبير. راه ماشي يعني ما كاينش مجال لهاد الخش بيش هذا، انك تكون بهذه الشخصيه هذه وهذا التخربيق هذا اللي كدير، وهذا يعني ولات الاغلبيه دابا ديال اللي كيقدموا هذا المحتوى التافه كتكون فيه شويه بحال كتشوف فيه مبنت شي شويه، هذا الشيء ما صحيح عندوش يعني ما ماشي كاينش بحال عندك، ديوز، ما عندكش الطريق باش انك تدخل. يا اما تكون بحال الامام مالك رحمه الله عليه باش تشر، ولا تكون بحال الحجاج بن يوسف الثقفي طاغيه تيقطع الريوس، معروف مشهور بتقطاع ديال الريوس. يعني خصك جوج د الحوايج، يا اما تكون شديد فهاد الشيء ديال طلب العلم وانك تكون داعيه وفي شكل، ولا انك تكون طاغيه ما كاينش اللي يهضر قدامك كيكون كتقطع الريوس. هاد الشيء، اما انك تكون دابا بحال هاد البوكيمون دابا اللي طالع كل وقت تيشطح ولا تيغني ولا تيحنقز، راه مستحيل انك دير شي حاجه. يعني دابا هاد التافهين اللي كاينين في هاد الوسط هذا دابا اللي كنشوفوهم حنا، راه الا مشينا ديناك لذاك العصر ديال شحال هادي، ويلي ما غادي يردوك، ماشي وحتى عبد وما يصلحش ليه، حتى عرفتي باش تكون عبد ما تصلحش، لان ما عندكش المقومات، تدخلت شي شويه سخون حيت المهم. أعدا علينا كمل اخويا. أعدا علينا ودتي ديس، هو صحيح هو صحيح، يعني في القديم راه ويلي ويلي شحال خصك باش تحصل على المال وتحصل على الشهرة، أما اليوم صلاح كما قلت صلاح ودتي ديس يعني ولاو المخنتين، ولاو في شي بلايص، ولاو تعطاتهم واحد القيمة اللي نرجعوا شوية للور، تبقى ردت حدا تدفن عليه صافي ومن الاخر، وهذا الشيء لما قلبتي الطريق وخليتيه مزيان جيد جميل. سيدي معاذ، دابا مرحبا. ولا الحصول على المال وعلى الشهرة بسيط بزاف، ما كرهناش تقول لنا دابا باش تكون مشهور وتحصل على المال اش خصك تكون، اش خص يكون عندك، واش اش خصك تكون كدير، اش خص الوسائل اللي يكونوا عندك والافكار ديالك اللي خصك كديرهم، لك الكلمة. ها هو شوف، هذا السؤال هذا غنقسمه لشقين، الى بغى مرحبا الفلوس واش كتقصد انه فلوس عن طريق الحلال او لا، مهم الفلوس كيما جاو. وشوف شوف، حنا كإنسان تافه ما كيهموش لا الحلال لا الحرام لا الشريعة ديال الله عز وجل. طيب
طيب هو شوف الإنسان التافه، تفضل. ايه هو غير هو شوف يحصل على المال ما كيهموش كيفاش، الشهرة ما كيهموش كيفاش. اول سؤال طيب هما اشنو هما الوسائل اللي خاصني انا مثلا باش نكون تافه؟ تليفون، تليفون الله يجعل يكون يساوي 500 درهم. صافي. بارك تليفون لا 500 غلا درهم على وصل مسكين، لي. لا غلا على مسكين. شوف غادي نهضر لك انا على واحد القضيه، الاعلام، الاعلام الان اصبح عندنا واحد الاعلام اللي ماشي سيف ذو حدين، لا هو حد من جميع الجوانب، غير هو الانسان كيختار يا غادي يستخدمه في الخير يا غادي يستخدمه في الشر. الاعلام يقدر يطيح اقتصاد ديال شركه في ظرف 20 ثانيه، فيديو ديال 20 ثانيه اللي وقع ديال رونالدو راكم عارفين، زرار القرعه طاح الاسهم ديال الشركه، طاحت وفي الأسهم. نفس الوقت يكون هذا الاعلام هذا خير. فالطفل مثلا على سبيل المثال، الطفل اللي راينا رحمه الله عليه ونسال الله ان يغفر له ويجعل له طائر من طيور الجنه، فشوف الاعلام كيفاش خلانا احنا كلنا مع ذاك الطفل، وكلنا كنا في ديك البير هذاك. فالان اصبحت الشهره شحال هذه كما طرقتوا ليها كانت صعيبه، دابا يكفي انك تقول بع ولا مع ولا شي حاجه تافهه تولي مشهور، لدرجه ان الاعلام الفاسد اللي شبهوا فضيله الدكتور فريد الانصاري رحمه الله عليه بالسحر، انه ساحر، كانوا شحال هذه السحره دابا ولاو الاعلاميين، ما كنهضرش على كل شيء، بعض الاعلاميين المهم ان كان معظمهم. فالان اصبح انه الواحد الا بغى يدير غير شي حاجه تافهه يصور الملايين، يعني مثلا اليوتيوب ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولاو الناس عندهم الهم ماشي هو المحتوى، المهم هو عدد المشاهدات، لانه هو كيتخلص على عدد المشاهدات، فما يهمش انه المحتوى شنو فيه، واش فيه شي قيم اخلاقيه زوينه او لا فيه شي حاجه غير تافهه، المهم عنده هو يصور الفليسات صافي. والناس الاشكال ان الناس كتشجعهم. هو من جهه جزاك الله خيرا ود سيدي معاذ، من جهه اخرى لعلنا اننا دابا نتطرقوا لهذه المواقع ونتطرقوا لكل موقع اش هي التفاهه اللي كيقدم لنا. فمثلا تيك توك، تيك توك دخل لا بدا تطيح عيني في شي وحده كتشطح عريانه، الا ما كانش كوبل كيشطحوا عريانين لا علاقه. دابا تخيل معايا انا دخلت التيك توك، دخلت طاح قدامي داك المقطع ديال جوج كيشطحوا عريانين والو باق. من بعد دخلت لقيت جوج اخرين كيغنيو، دخلت تاني الفيديو اخر لقيت تاني وحده عريانه غير جالسه. وبالتالي هذا الكم الهائل ديال الاباحيه في التيك توك هذا، هما بطبيعه الحال ما كيهمهمش، هو اللي كيهمه هو انه يدخل الفلوس، هو ما كيهمش يتعرى ولا ما يتعراش، يشطح ولا ما يشطحش، كقيمه انسانيه ولا كقيم اسلاميه وكاخلاق ما كيهموش، هو كيدخل الفلوس وانت كتفرج فيه مزيان. دابا التيك توك معروف بالشيح والرجيح. الانستغرام سيدي يوسف مثلا، الانستغرام الى عندك شي فكره على الانستغرام اشنا هي التفاهه باش عامل الانستغرام مثلا؟ شوف هو اخي يوسف، واحد القضيه اخويا بغيت هاد المواقع كاملين مسجين بمغرفه واحده باش نتفاهم، صافي لانه مزيان. سبحان الله العظيم دابا انت دابا جرب واحد القضيه، انا في الانستغرام ديالي راني متبع غير الناس الزوينين صافي، انا متبع انا ما عنديش، الشيوخ انا ديزاكتيفيتو. شوف انا ما عنديش في الانستغرام شي واحد اللي انا، شوف عندي واحد المبدأ اخي يوسف، حتى في الفيسبوك عندي في البروفيل ديالي في فيسبوك، الا طلع لي شي واحد في دوك لي زامي اللي عندي مثلا، ولا شي واحد مثلا صيفط لي انفيتاسيون اكسبتيتو مثلا، الا شفتو كيبارطاجي شي حاجه ماشي هي هذيك، كندخل عنده للخاص كنقول له ودي ديك المنشور اللي نشرتي راه ودي فيه مشكل كذا، حاول تمسحه، ما عندك ما دير بالسيئات، ما عندك ما دير بواحد السيئات جاريه كتقيد عليك كل ما شاف شي واحد داك الشيء، الا اتعظ وخد النصيحه ديالي بالتي هي احسن ومسح داك المنشور راه كنخليه عندي، شفتو راه كثر هذاك تنبلو تنروتيري تنحيدو من عندي في الاخر باش تبقى الصفحه نقيه. الور دابا انت ملي كتدخل دابا الانستغرام
الا مشيتي للايكون ديال الريشيرش، الا بغيتي تريشيرشي على شي بروفيل، شي شيخ، شي حاجه مثلا مفيده، غادي تبرك على الريشيرش وشوف الصفحه اللي كتطلع لك. راه ما غاديش يطلعوا لك القراء ولا الدعاة ولا، راه غير العرب، واخا انت ما منخرطش رغم معاهم انني فيه. سيدي رغم انني مثلا ما متبعش مثلا داك الوقت، واش غادي يطلع؟ غادي يطلع واخا انت ما متبعش، غادي يطلع عندك في الروشيرش. انت فاش كتبغي تروشيرشي وكيطلعوا عندك، كتطلع عندك شاكيرا، وكتطلع عندك مادونا، وكيطلع عندك سلاحف النينجا كيركزوا عليك تما، يعجبك حلو وغادي يطلعوا لك سواء انت متبع سواء ما متبعش. شنو كيعني هذا الشيء؟ هذه السياسه ديال هذه المواقع، السياسه ديال هذه المواقع هادو. الا لاحظتي واحد القضيه دابا، فاش كاين مثلا الا بغيتي تصور مثلا شي فيديو مثلا قصير في تيك توك ولا في الانستغرام ولا سميتو، شنو تيعطيوك؟ كيعطيوك لي زوبسيون موسيقى. علاش ما يعطيوكش لا القران؟ الا بغيتي دير واحد الشورت فيديو، بغيتي زعما تلونسي، كيقول لك من الاحسن لك انك دير هذه الموسيقى هذه لانها طالعه في التوندونس، باش انت صافي يعني راك عارف يعني هاد الخوارزميات ديال هاد المواقع هادي. الا مشيتي معانا في السياسه ديالنا راه مزيان، ما مشيتيش معانا في السياسه ديالنا داكشي. علاش دابا كتشوف الاغلبيه شنو اللي كيطلع؟ كيطلع غير برقل وليداتو. علاش؟ لانه سميتو تفرق انا غلباتو علاش؟ لانه هما داكشي اللي بغاو دوك الناس دابا. الحاجه اللي ما فاهميش شحال من واحد دابا تيفهم غلط، تيقول لك اودي هاد المنصه هادي فيها الفلوس، واش عرفتي شحال كتدخل ديك المنصه على ظهرك انت؟ انت كمنخرط وعندك محتوى وكتوصلك 40000 ريال في الشهر، نعم سيدي، والكادويات وكذا، وشحال دخلت على ظهرك ديك الشركه ولا ديك المنصه؟ لان هاد المنصات هادو شكون اللي سبحان الله العظيم. نقول لك واحد القضيه، واحد النهار في فيسبوك، انا فيسبوك طرح عليا سؤال، قال لي شنو هي الحاجه اللي تبغيها مثلا دابا انت انها توقع في العالم؟ قلت له انها تحرر فلسطين، هذا هو الجواب ديالي، وديزاكتيفاو لي الكونت بيبليسيتير ديالي. شوف، قالوا لي باللي انت كتحرض على الارهاب. هادي دابا فيسبوك، شركه فيسبوك، شوف كيفاش كان الرد ديالها لي انا حيت قلت لها هذا الجواب. قال لي ذاك الجواب ديالك في غير محله، حنا دابا غير جاوبنا قلنا داك الشيء اللي كاين. قال لك اودي لا، ما تذكرش فلسطين، ما تقولش علاش ما انها قلتي تتحرر. بلاصة فلسطين أوكرانيا؟ علاش 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 أوكرانيا اوكرانيا. اليوم؟ هذا علاش؟ هذا شوف هذا دابا غير هذا دابا غير سؤال بسيط طرحته عليا المنصة فيسبوك وجاوبت عليه بكل تلقائية. شوف كيفاش كان التعامل ديالها معايا. ليومنا هذا مديزاكتيفي لي الكونت بيبليسيتي، انا اصلا ما عندي ما ندير بها دابا. هما صحابت لهم دابا، واش خصني انا الكونت بيبليسيتي؟ انا عندي ما ندير بها غير هما دابا. شوف كيفاش كيديروا، راه الضربة في البلاصة. وسير انت لكاين لا بمكيالين هما، شوف هما المهم ديالهم هو انه خص هادو يكثروا على كل نهار، خص يبان لنا واحد من دوك التافهين كل نهار. وتتزيد الشركه انك تطلع في الاسهم، تتزيد تطلع بزاف ديال الاشياء. وسير دابا انت غير اعطي الراي ديالك في فيسبوك، اعطي الراي ديالك بشي طريقه ماشي، والله تيهاجموك، والله تيهاجموك. طبيعة الحال طبيعة الحال. جزاك الله خير يا سيدي الله يوسف. يعافيك يا خويا. لعلنا الآن لعلنا الآن غادي نمشيو إن شاء الله بإذن الله تعالى للمحور الثاني. المحور الثاني اللي كيقول دابا التفاجي اللي اكتراعات والطوندونس تافيه والجلايخ إلى غير ذلك. شكون اللي واقف مورا هاد الزوبيع هذا؟ شكون اللي واقف مورا دابا؟ اللي واقف مورا هاد الزوبيع هذا هما ثلاثة الحوايج، ثلاثة الحوايج اللي واقفين مورا هاد الزوبيع كامل. الحاجة الأولى هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي فتحات لهذا التافه هذا واحد البوابه باش حتى هو نعمس يعطي الراي ديالو، في حين انه هو الا كان جالس غير مع صحابه وكيتفقوا واش غادي يديروا العشاء، والله ما يسولوه، والله ما يعتبروه، بالله يقول فلان وفلان اللي درنا ياكل، الله ودي ليه الطرب ياكلوا بالله. يعني ما كي الراي ديالو بين ثلاثه صحابه ما كاينش، وكيطلع وكتعطي هذه المنصه هذه واحد وكتفتح لي واحد البوابه باش انه يطلع ويدير اللايف ويولي كيهضر مع بزاف ديال البشر. وانت حبيبي راه صحابك ما عاطلكش قيمه، ووالديك الا بغا يديروا العشاء الكوفيتير ما غاديش يقولوها لك، كلوا ولا لا ياكلوا لك كاع. وبالتالي انت هذا اللي مقموع مع صحابه، مقموع في الاسره ديالو، كيلقى هذه البوابات تحلات على مصراعيها، وبالتالي كيلقى ديك الحريه اللي ما كيلقاهاش في الوسط الاجتماعي ديالو، وكيولي كيسب وما كاين اللي كيهر الصمت لتحت ولا يبالي. علاش علاش لا يبالي؟ حيت ملي كيقول بحال دوك الكلمات يلاه كيطلعوا عنده دوك القلوبه، وكيطلعوا عنده دوك اللي جيب، وكيطلعوا عندك اعجبني واحبه، وكيطلع عنده داك الشيء.
حين انك توقف معك تقول اجي، هذا راه سب، هذا راه سب حبيبي، هذا راه قال واحد الكلمه اللي خيوز اللي ما خصنيش. كاينه واحد النقطه باش ما تمشيليش من البال، تفكرتها سبحان احنا الله العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني فاش كان ابو هريره كيتحدث بزاف بالاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه صافي وسلم. ابو عمر بن الخطاب قال له احبس، قال له احبس بركه ما تبقى تنشر الاحاديث. قال له علاش؟ مخافه انه الناس تمشي مع الاحاديث وانه ينسوا القران باش ما تخلطش الامور، لانه يعني راكم عارفين ديك الوقت يلا يلا بنت الرساله ديال الاسلام وبنت سميتو، يعني باش ما يتخلطوا الناس العرارم. خلي ذاك الحديث اخويا طرق عليه. شوف شوف شوف، راه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله راه يسلمك. كلام طيب، راه ماشي شي حاجه اللي فيها مفسده ولا لا، هذا راه كلام طيب. الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي عمر بن الله الخطاب، يسلمك. قال له صافي سد، طرق علينا ديك الجهه، ما تطلقش الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم باش ما يوقعش يعني واحد الاختلاط ما بين الاحاديث وما بين القران. هادو الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس ابو هريره اللي هو اكثر واحد يعني تحدث يعني نشر الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ديما فين ما لقيت الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال راه مشهور تبارك الله. المهم اللهم بارك، هذا أكثر من روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. شوف رضي الله هذا عنه. السيد هذا رضي الله عنه، ابو عمر بن الخطاب قال له حبس، دابا ماشي وقت الحديث، خليه حتى نشوفوا القران رجل المسائل ديالو، ما نخلطوش على العرارم. دابا عمر بن الخطاب كون كان دابا هنا شحال غادي شحال دابا، شوف دابا هاد عباد الله دابا هادو اللي جالسين كل شويه وينشرون لا شي تخربيق، راه كل شويه كل دقيقه خي يوسف تيبان شي صاحب محتوى جديد كل شويه. الا كانوا الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، خاف صلى عمر الله بن عليه وسلم. الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين، خاف من انهم يشوشوا على المسلمين وانهم يتخلطوا مع القران الكريم وتوقع فتنه، الا هو خاف من الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيفاش غادي يكون ردة الفعل ديالهم من هذا التخربيق هذا دابا اللي كاين دابا؟ كل واحد مره الاوتفيت، مره هادي، مره شي، كل واحد اش كيورينا البيجامات، كل واحد كيورينا الصنادل، كل واحد باش كيغني، كل كيلغي بالغاه، راه مشكل. وانت خيوس دابا قلتي ديك المساله ديال شكون اللي موراه هاد صانع محتوى التافه هذا. اولا حنا موراه، احنا حنا شوف، موراه، احنا دابا راه جايين. ودا سيدي يوسف اسمح لي، لا قطعتك، احنا راه جايين واحده دابا حيت انا بديت قلت اودي راه كاينين ثلاثه د الحوايج مورا التافه هذا. احنا بدينا كحاجه اولى، بدينا ب ب ب ب مواقع التواصل الاجتماعي. حيت علاش؟ حيت هي حلات لي هذا الباب هذا، وهي الاولى اللي حلات لي هذا الباب هذا. كل ما حلاتش ليه ما نعرفوش انا، ما تعرفوش انت، ما يعرفوش الاخر. اذا اللي واقف موراه الاول هو هاد مواقع التواصل الاجتماعي، واقفه موراه، حل لي الباب باش يهضر اولا، ثانيا مشجعاه ماديا، حيت كما قلتي كتصرف عليه شهريا واحد 4 دريال، هي كتدخل من موراه فلوس صحيحه. علاش؟ لان مثلا منصه فيسبوك، انت ملي كيطلع التافيه في منصه فيسبوك راه كيجمع ليها مثلا 700 الف واحد في ديك اللحظه. مزيان، هاد 700 الف واحد راه كانت مشتته في التيك توك، ومشتته في يوتيوب، ومشتتها في سناب شات، ومشتتها هنا، ومشتتها في الواتساب، مشتتين. بالتالي ملي كيطلع هذا الترفيه هذا كيجيو كيتلموا عنده. اذا هذه المنصه استفدت المعلم. مزيان، هاد الترفيه غادي يستافد معاه ماديا، غادي يستافد معاه ماديا، لا بد غادي تعطيه شويه ديالو. علاش؟ لانه هو كان سبب باش تدخل موراه اموال طائله. مزيان، زائد كما قلتي وداس ديوس، دوك النجيمات اللي كيعطيوه للمتتبعين ديالو وكانه اختار علينا شي طائرة، وكأنه لقى لنا الدواء ديال كورونا، وكأنه دار شي إنجاز لي أنا. نيت نصيفط لي 70 نجمة، ونجمة كتصيفطها لواحد بالله عليك ساعة ونص، ماذا قدم؟ صافي سؤال، ماذا قدم؟ لا شيء، بل أخر. وليه بشحال باش جلاك؟ وليه بشحال باش ردك الله؟ وسخ ليك ودنيك، وسخ ليك عينيك، وسخ ليك أفكار ديالك، وسخ ليك دماغك، ودار لك بزاف ديال الحوايج، وانت كتقول ليه هاك اخويا النجمه، استحق اخويا النجمه. في حين ان هذه النجمه هذه والله الذي لا رب سوى ما غاديش تصيفطها لواحد طالب علم ومحتاجها، واحد طالب علم كيمشي مسكين من 6 ديال الصباح حتى العشاء، كيمشي كيقرا
والله ما تصيفط لي، الله نقول لك صيفط لي شي نجمه مسكين، اش غادي نصيفط لي انايا؟ اش كاع كيدير صاحبي على انا؟ قلت له يمشي يطلب العلم ويمشي يا خويا تعلم شي، ياك هذاك يمشي يتعلم شي تا ميكانيك ياك، وهذاك الاخر اللي كيقد عليك تما تعطيه السخاء ياك، ماشي مشكل، الصحه والراحه والله ما تقبل. هذا من جهه مواقع التواصل الاجتماعي، من جهه اخرى الاعلام. الاعلام كيدعم، ملي كنقول الاعلام هنا كنقصد القنوات، يا اما القنوات اللي كاينين في الشارع، يا اما القنوات اللي كاينين في الاذاعه، بجوجهم كيدعموا هذا المحتوى التافه. لعلنا نفتحوا الباب لسيدي معاذ باش يشرح لنا الدور ديال الاعلام، الاعلام في الدفع بهاد الناس هادو. سيدي معاذ بسم الله لعلك الرحمن تهضر الرحيم. لنا ان شاء الله باذن الله نعم تعالى على القنوات اللي كيدوروا في الزنقه اعتذر، وكيبقاو يقلبوا غير على الذباب. لعلك تهضر لنا على هذا الباب هذا، جزاك الله خيرا. صحيح. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القنوات الآن كنا كنعرفوا شحال هذه القنوات الرسمية اللي هما ديال البلاد، وشحال هذه في صغرنا كان مثلا الرسوم المتحركة إلا بغينا نتفرجوا اليوم كتخرج من الدار مع من المدرسه مع السا ستة، وقسم راك في دارك لان الرسوم كيبدا مع السا، خصك باش تفرج ليه. وباقي نعقل انه كانت في الاخر مع ديك التسعود، المهم مورا العشاء القناه كتسد، ما كيبقى لا اخبار لا افلام لا توزه، كيديروا كيطلقوا القران تل الصباح، ويديروا برامج ديال شنو سميتو ديال الصباحيات اللي خاصين بالمرأة وإلى غير ذلك. دابا لا، دابا ولا الإعلام خدام ليل ونهار 24 ساعة على 24 ساعة في نشر شي حوايج اللي لا علاقة. هذا من الإعلام الرسمي، كنهضر على ديال التلفازة. الآن أصبح الإعلام ديال التلفازة حتى هو رد البال لواحد القضية أخرى، شنو هي؟ هو أنه البرامج اللي كيدير التلفازة أغلبية ديالنا، إلا سولناك دابا شي واحد، إلا سولناه على التلفازة آخر مرة تفرج ليها، يقول لك كاع إلا تفرجت ليها ساعة ولا نص ساعة في النهار. واغلبيه حنا انا كنمشي كنختار داكشي اللي بغيت نتفرج ليه. فهذيك الاعلام اللي كان في التلفازه شنو دار؟ بحد ذاته هو نيت دار قنوات اخرين على اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى هذا، باش هو كيهدف كيستهدف هاد الشباب اللي يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما بقاش اصلا غير الشباب، حتى الناس الكبار بداو هز كيخدموا حوايج هاد ورحل. المحتوى. طيب انا جاي لك واحد القضيه، دابا ابطال خلينا من الاعلام الرسمي، كاين اعلام اخر اللي خدام، واحد عنده تليفون عنده قناة في اليوتيوب كيمشي يكريها فابو ويمشي يقلب لك على هما في الدار البيضاء هنا، يعني الدار البيضاء غير حدا الكرة الأرضية، كيبقاو قامصين على عباد الله، عنده كاميرا وميكروفون، ولا كاع حتى ديك الميكروفون ما عندوش غير التليفون كيخدم الواتساب ويسجل الصوت. شحال الاوتفيت ديالك؟ ولا كيجيو يسولوك، بحال واحد جا سولني قال لي شنو تفضل الزواج ولا الفلوس؟ هو ما السؤال ديالو هذا ماشي سؤال غير جا سؤال هكا، لا لا، سؤال كيقلب على شنو؟ كيقلب على شي واحد يقول ليه اخ مخ اخنوق اخربق، هادشي اللي كيقلب عليه، ما كيقلبش على شي واحد اللي غادي يجاوب جواب معقول منطقي شي حاجه اللي هو اصلا الهدف ديالو شنو هو؟ ماشي هو محتوى اللي غادي يقدم يكون ذو جوده، لا، هو كيقلب على شي واحد اللي يطلع ليه المشاهدات، والمسكين كيهضر على هضره وما كيدي هو توزه تا ريال، وهما كيصوروا الفلوس وكيشهروا. شنو قال؟ قال تخربيقه وزربيقه وحطها، وهما داو الفلوس وما شيش شغلهم كاع في الناس، واش محتوى جيد ولا ماشي محتوى، المهم هو الفلوس. ايوا سيدي هادشي معاذ، يقدر نوقفك هنا سيدي معاذ جاوبتي معاه. واعتذر، يقدر نعم نوقفك واعتذر. هو هذا اللي قال قش مج وداو ودخلوا من ظهروا الفلوس، كون على يقين ان هناك قنوات اخرين غادي يجيو عند هذا قش مج وغادي يديروا لك السيره الذاتيه ديالو، وغادي يعاودوا حتى هما يجمعوا على ظهروا الفلوس. هذا بالضبط الأكثر اللي من قال هذا، قش مج، هذا هو القدوه الجديد هذا الشهر، الأكثر من حيت الحمد هذا لله بعدا نعطيها لك، الأكثر من هذا ما كتبقاش غير ديك القنوات اللي كيجيو، لا شريف، الأكثر من هذا أنه قنوات اللي قنوات كنعتبروهم قنوات رسمية كيمشيو نعم سيدي وكيعيطوا لهم ويستضفوهم على أساس أن هذو هما برامج. المشاهير، هذو هما المشاهير، وهكا هذو هما القدوات. واحد الوليد صغير كان جا عند واحد المشهور
بالسبان وتختار الهضره، هذا هادشي اللي كيدير هو في الفيسبوك في الفيديوهات ديالو. جا عنده قال ليه اه كنتفرج فيك عزيز عليا، هاد الوليد هذا شنو خلاه يجي يقول هاد الهضره هادي؟ اذا ولينا هاد الوليد هذا القدوه ديالو شكون هو؟ ولا هذا اللي كيخسر الهضره؟ فهاد الوليد الوليدات ديال دابا صافي، راه اغلبيه ديال الوالدين بغاو يسكتوا ولادهم كيعطيو هاد الكارثه ديال التليفون، اللي اصلا هادي هضره اخرى ما خصوش يعطيه التليفون. وهذا الموضوع على الطبق الاستاذ ديال العمري في عده محاضرات. فهاد الوليد هذا الا جينا نعطيو هاد القدوات هادو كنبينوا ليه هذا هو القدوه، هكا خصني نكون. دابا الوليدات الصغار الا مشيتي سولتيهم تقول له شنو بغيتي تكون، ما يبقاش يقول لك انا خصني نكون طبيب ولا لا، خصني نكون مغني، خصني نكون لعاب كره، خصني نكون شي واحد اللي كيدير فيديوهات في يوتيوب ممثل صافي، شي واحد اللي كيشطح شي شطحه انا كنعرف نشطح نمشي ندير هذا، انا كنعرف ندير احسن من المغني فلان فلاني، من الراقص فلان فلاني، كنعرف انا نشطح كنعرف ندير. وقنوات كتجي، خلي القنوات الصرف الصحي اللي كيجيو كيشهروا لك واحد مدابز مع مرتو، علاش على خي الزويا قشرها قسمتها على ثلاثه، لا خصها تقسمها على اربعه، لا خصها دير هذه، وهذه هضره اخرى عاوتاني زيد زيد على القنوات اللي الله المستعان. كتبارطاجي. فغير واحد النقطه اللي بغيت باش الناس غادي نقول واحد القضيه قالها الدكتور فريد الانصاري رحمه الله عليه، قال لك لو انك انت هذيك التفاهه اللي كتشوفها شد النظاره ديال القران الكريم شدها وشوف هذيك التفاهه اللي كتفرج فيها وغادي تبان لك الحقيقه. الا جينا نشوفوا الحقيقه، الا كانوا هذوك الناس كيبين لك انه ذاك المغني شارك في واحد المسابقه فنيه وما عرفت شنو دا مليار، دا 5 المليون 10 المليون 20 مليون، راه كاين في الجهه الاخرى الشريف قارئ مغربي، القراء المغربيين واخرهم هو محمد قسطالي اللي شارك في تركيا، الرئيس ديال تركيا هو اللي طيب رجب اردوغان هو اللي سلم ليه الجائزه، علاش ما كيبينوش هادو؟ طيب السؤال، الشيخ سعيد الكمالي مشى لماليزيا، شوفوا غير الاستقبال اللي استقبلوه وشوفوا اللايف اللي دار، مليون مشاهده اللي داز في اللايف، علاش الاعلام ديالنا ما عيطش ليه؟ ما عيط على واحد كيشطح ولا كيعاود غير شي هضره ومدوزينه بالاخبار، علاش ما يعيطوش على يونس غربي اللي فاز بمليار ونص ولا مليار و250 مليون ديالنا حنايا؟ علاش زعما هذاك تغييب القدوات الحقيقيين هو سيدي معاذ، قدوه تغييب هو دابا هو الامر هو خصو يمشي بحال هكاك حيت بغاو يكون بحال هكاك، واللي هو صحيح تغييب القدوات الحقيقيين. حيت صحيح علاش هما ما خدامش ليه هو القدوه الحقيقي؟ علاش؟ لانه غادي يتبعوا واحد الجيل، ولعلنا هذه النقطه ان شاء الله نختموا بها. اذا هضرنا على من يقف وراء التفاهه من ناحيه مواقع التواصل الاجتماعي، هضرنا من ناحيه ديال الاعلام، دابا غادي نهضروا على حنا، غادي نهضروا على حنا، لان ملي كنهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي معدودين على رؤوس الاصابع، شحال هما؟ 7 6 20 كاع وصافي وحبس. ملي كنهضروا على هاد القنوات وهاد الاعلام اللي كيدفع شحال، حتى هما كاع شحال 100 وحبس. ولكن حنا شحال؟ حنا شحال؟ وملي كيدير هذاك اللايف شكون اللي كيطلع ليه؟ ديك القناه ملي كدير اللايف في ذاك المواقع، في ذاك الموقع ديال التواصل الاجتماعي، مثلا القناه اكس دارت لايف ديال واحد التافه في منصه ايكريك، شكون اللي كيتفرج فيهم؟ بطبيعه الحال حنا. شكون اللي كيدعمهم؟ بطبيعه الحال انا وياك. ولعل هذه النقطه غادي نفتحوا الباب لسيدي يوسف ويتحدث عليها. سيدي يوسف، حنا كندعموا هذه التفاهه هذه. هو خليل، انا بغيت نسول معاذ دابا يعطيني الرقم دابا اللي وصلنا ليه حنا في هذا اللايف، شحال من واحد طالع معانا؟ 156. شحال؟ 156 وصلت 200. وصلت 200، اللهم بارك. والله لا دير ربا سواه، كون طلع شي واحد من دوك ميخيات دابا كيحنقز هنا، حتى تشوف يا خويا كتشوف بنادم كيشير الشهوب السماويه، قلت لك طالعه هنا. شوف يوسف، انا نقول واحد القضيه، شتي دابا هاد 160 ولا 162 ولا هذا، الا بغينا نوصلوها حتى ل 1000 راه ممكن، راه يكفي شتي حنايا الحياه اونتر بارونتيز كما كيقولوا فوقاش كيتشهروا، والا دار شي فقير
شي زبله. اه هو الفقيه حصلوه كيقول هذا وكيدير وكيدير وكيدير. دابا الا شي واحد فينا نطق بشي هضره، وشوف هذا الحياش كيقول. اسمع دابا اسمع، كيتنطق هذيك انطق بشي حكم. الفضيحه، نعم يوسف الفضيحه هي اللي سكوت، كيقلبوا انت عليها. سكوت سكوت، انت انت تقول يوسف لي انا بالضبط، ماشي انت سكوت انت سكوت. صافي. شوف اخي يوسف، اقول لك واحد القضيه. انا دابا نهضر، انا دابا غادي نهضر على هذه القضيه اللي قلتي، وغادي نهضر على راسي انا براسي، انا دابا نهضر على راسي. دابا نيشان بلا، شحال هذه، شحال هذه قبل ما يمن علينا الله سبحانه وتعالى بهذا العقل هذا، شي شويه خدمناه ورجلنا شي شويه الشغل وهذا، ومن عند الله بهذا الخير هذا. انا كان تيبان لي مثلا شي واحد من الدراري اللي سبقونا لهذا المجال هذا ديال المحتوى الديني، كان تيطلع لي شي فيديو ديالو. انا براسي حيد بالك، انا حيد. انا هذا السيد دابا اللي طالع معاك في اللايف وتيهضر، وتيهضر على التفاهه وتيقول انا تنهضر لك على راسي، شحال هذيك كنفكر انا جاي طالطه داخل الفيسبوك ولا داخل سميتو، وتطلع لي انت كتقول لي كذا وكذا، ما خصكش دير، حيد بالك. وراه شوف، الله وراه عندك. واحد من صناع المحتوى تبارك الله معروف، فكرني ربنا وفكرني في السميه ديالو، هو مراكشي راه نسيت على شي حاجه كحيل ولا ما نعرف، نسيت على السميه ديالو، سفيان، سفيان كحيح. سفيان كحيل، كحيل كحيل، سفيان كحيل كحيح تبارك الله. شوف كحيح. احنا كنوجه له رساله نحبه في الله، وانا مؤخرا هو احنا كذلك. كان لاح واحد الفيديو، اش كتبت له انا في الكومنتير، قلت له سبحان الله العظيم، قلت له شحال هادي، قلت له ما كانش عندي معك. شحال هادي، شوف تنشوف مثلا شي واحد تيدير هذا الشيء ديال المحتوى الديني، حيد بالك. انا شحال من مره داز حدايا سفيان، داز قدامي الفيديو ديالو كنقول له حيد بالك، ما كنتفرجش فيه انا. علاش؟ علاش كنتي كتقلب السيز؟ كنتي كتقلب على التخربيق، كنتي كتقلب على شي حاجه اللي كتروي العطش ديالك لذاك، يا اما الكبت، يا اما ذاك المرض، دوك الافكار الشيطانيه اللي عندك في الدماغ، كتقلب على شي واحد اللي كيطبقها وكيوريها لك نيت، وكتتبعوا وكتشوفوا. فالحمد لله انه عقنا بهذه الشهاده ديالهم، والحمد لله ولاو ربي سبحانه وتعالى لاحني الوسط منكم، وليت واحد منكم والحمد لله. فاش غادي نقول لك، كاين واحد القضيه اخي يوسف خطيره بزاف، هي انه الناس مازال ما فهموش الثقافه ديال كيفاش انا غادي نخدم داك جيم، وكيفاش غادي نخدم انا داك الكومونتير. دابا انا جالس مورا الشاشه وتبدا نطلع فيديوهات، وتيبان لي واحد خونا تيخربق، باش انا غادي اشنو؟ شوف القضيه اللي تندير، انا تندير ماسكي، كندير داك المحتوى حيت داك سينيالي، تندير سينيالي وكندير ماسكي باش ما يعاودش يبان لي. حتى انا بالامكان ديالي انني نكومونتي، ماشي واحد القضيه كتوقع. عرفتي دابا انت الا دخلتي اخي يوسف مثلا، دابا انت عندي امي ديالي في الفيسبوك، الا دخلتي دابا انت كومونتيتي على شي واحد من دوك التافهين، اول كومونتير كيبان لي انا ديالك، كيقول لي شوف الفيسبوك اش كيقول لي، راه صاحبك يقول يوسف، يوسف راه يوسف كومونت على واحد الفيديو فلاني طاق، وتيحط قدامي ذاك الفيديو، وتيخليني انا بالسيف عليا خصني نتفرج فيه. علاش؟ لانني انا كنعرف انا يوسف، كنجبدك انا اللي عندي. كتجبدني لعندك الله يرحم الوالدين، كتقول لي كيقول لي راه يوسف راه كومونت على داك سميتو. انا فين داخل؟ داخل انا باش نشوف الكومونتير ديالك، كنصدق داخل كنشوف الكومونتير ديالك، وكنشوف مول داك المنشور، وكنولي حتى انا كنريبوندي عليك، تنقول لك واه عندك الحق اخي يوسف، وهادو طيبونا بهذه التفاهه هذه. الكومونتير ديالي كيبان لمعاد، معاد كيكومونتي كيبان لياسين العمري، ياسين العمري كيبان له أصلي كيبارطاجي. جليل. ما عندوش فيسبوك، راه ما لا عندوش هو فيسبوك. لا هو عنده غير الصحة، عنده غير الصحة الرقمية ديالو تهنى تبارك الله. سياسي. شوف سياسي تهنى والله. لا وشوف صراحة، صراحة كان قالها في واحد الفيديو، قال لك نقصوا نقصوا من المشاهدات. أنا شوف غادي نقول لك واحد القضية. خاصنا حنا كشباب، لأن دابا شوف شحال واحد كتقول له كيبقى يهضر لك على التفاهة التفاهة التفاهة، وخلى الدكتور عصام مراكشي الله يجازيه بخير قال كلنا كنتشكوا من التفاهة، ولكن حاجة بسيطة نقدروا نديروها، ولكن حنا ما كنقدروش نديروها، اللي هي أننا ما نشوفوهاش. دابا صح نعطيك غير مثال، نعطيك غير مثال. الفيديو اللي كيدير ضجة، ملي كتجي شي واحد كتقول له فيديو دار ضجة ولا هذا، ولا غير كتسمع شي واحد ما عارفش التفاهة، ولكن غير سمع عليها، بحال اللي كيوقع لينا دابا حنايا على ديك اللي دخلت للقبور وجالسة باغا دير فيديو تما ما عرفت علاش. مثلا سمعنا هذا الفيديو، هذا الهضره اللي قلت دابا شنو غيديروا الناس؟ اغلب
شكون هذه اللي جات للقبور؟ طق طق طق. شكون هذه اللي الله يشرب يرحم طق من الوالدين. القوانين؟ طق 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 طق. هذه ما خصهاش كايلك تكون. جيت قلت لك انا هذا واحد الحاجه، علاش غادي نمشي نقلب عليها؟ طيب واخا، ولا جيت قلت لك شتي الاستاذ ياسين العماري راه دار واحد الفيديو على التجاره الالكترونيه وخص الشباب يمشيو يردوا البال ولا هذا، شنو غايدير بنادم؟ شتي هذوك اللي دايرين التجاره الالكترونيه يبقى يقول لك لا لا لا، يمشي ندخل ويقول لك لا راه التجاره الالكترونيه حرام ونصدقوا هنايا ما خصناش نديروها ولا هذا، كيصدق خونا بحال هذا الشيء هذا ما يدخلش ليه. ما يدخلش. دابا الانسان حنا شنو خصنا نديرو؟ خاص كل واحد فينا من ديك الشيء اللي يقدر. بل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الحديث يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما عرفتش النقطة اللي بغيتي تهضر عليها ديسيديوس في امسفوان، ربما هي هذه الله أعلم. سير 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 زيد سير زيد، غلط. فاحنا دابا حنا كنهضروا على التفاهة. الو، كيفاش خصنا حنا نبعدوا من هذه التفاهة؟ أول حاجة ما نتفرجوش ليها، ما نشوفوهاش، هذه الأولى. جوج، أننا حنا أنا مثلا عند من الله عليا بواحد الماتيريال استغليته في هذه القضية ديال الدعوة، نصور مثلا الدعاة، لأن كاين علماء الجانب التقني ما عندهمش ولكن عندهم علم، أو لا بحال ماشي ما عندهمش، نقدر نقول لك عاوتاني هما ما مسليينش القضية ديال المونتاج ويدير التصوير والمونتاج وهذا، فبحال اللي نقول لك حنا كنكتفوا كنديروا يد في يد. كاين علماء، كاين ناس دعاة اللي عندهم عندهم محتوى، عندهم ما يتقال، خص غير بحال نقول لك شي واحد اللي غيصورهم، اسيدي ما قادش انت تصور، ولكن يقول لك انا ما قادش ندير محتوى وما عنديش علم وما قادش نبان انا في الكاميرا. مزيان اسيدي، عندك ماتيريال سير صور للدعاة، ما بغيتيش دير هذه القضية دير قضية أخرى. ها هو ما نعطيك غير أمثلة مثلا، نوالي، أمين أمين نوالي اللي عنده قناة خواطر بالدارجة، محتوى قيم، محتوى زوين، كتدخل كتصنط مي كتخرج كتلقى راسك عمرتي الباجاج ديالك، عمرتي الدماغ ديالك. كاين مثلا نعطيك مثال، عبد الرحمن من عكاش صاحب قناة قراء وعلماء المغرب الأقصى، هو أخونا ما كيبانش كاع ما كيبانش كاع في الكاميرا، هو حاط لك محتوى اللي غادي يدخل وغادي تستافد، كيجيب لك دعاة، كيجيب لك علماء، كيجيب لك قراء ديال المغرب، اللهم بارك، لأن عندنا قراء تبارك الله، نخاف غير ما نزقل شي واحد ويتقلق عليا، راه كاين قراء، كاين اللهم مثلا بارك. نعطيك مثال، كاين اللي كيستغل الهواية ديالو أو لا أنه هو كيعرف يصور كيمشي يدير التصوير، على سبيل المثال أيوب العمراني المصور الرسمي ديال الأستاذ ياسين العمري، تحية كاين لحسن. نوفل، سي حسن. سي حسن، سي حسن، كاين نوفل اللي كيصور للأستاذ سعيد الكمالي، هادو مصورين رسميين. إذا أنت عندك ماتيريال كمصور، سير اختار واحد الداعية ولا واحد الشيخ وكون انت هو المصور الرسمي ديالو، او لا سير شوف دعاة اللي قلب عليهم، قلب، راه كاين علماء، كاين دعاة تبارك الله راه عندهم ما يدار. فهذه هكا غنشجعوا المحتوى. حاجه اخرى باش ما يبقاش يطلع لك المحتوى التافه، دير واحد الحاجه خويا بسيطه، دخل دير ديزابوني ولا ديسلايك لهذوك المحتويات اللي ماشي هما هذوك. بالنسبه للناس اللي كتقول لك لا انا كنحارب التفاهه، راه ماشي كندخل نتفرج، لا كندخل باش نسبه ولا نكتب ليه ما هاد الحموضه هذه، اش هاد التفاهه الحموضه كون كانت بنادم، اش هاد المحتوى، هاد التعاليق هادو، هو لا يدري ان اللوغاريتم ديال اليوتيوب ولا هذا هو الصالح ديال هذاك السيد، خوارزميات. الخوارزميات ديال اليوتيوب ولا ديال الفيسبوك الصالح ديال هذاك. الا دخلتي انت تبيتي ولا دخلتي كتبتي ليه الحموضه ولا هذا، بالنسبه لليوتيوب شنو كتعتبره؟ ان هاد السيد هذا صانع محتوى الناس كتتفاعل معاه سواء مثير للجدل، سلبيا او لا مثير ايجابيا، للجدل. الناس كتتفاعل معاه، فهذاك السيد غير سبه، شي ناس بيزي كيقول لك درتي فيا خير مزيان. الا بغيتي فعلا نقول لك تحارب هذاك السيد اللي كيدير هذيك صناعه التفاهه، باش غتحاربه؟ الا بغيتي فعلا تحاربه، غادي تدخل تسينياليه، غادي تدخل تسينياليه، ماشي غتدخل تكتب ليه تعليق، لا تدخل تسينياليه وما تفرجش فيه. تخيلت واحد صح القضية ولا سيدي موعد نقولها يا سيدي؟ إذا سير كان سير، ممكن الله يحفظك. هو قبيلة الأخ معاد قبيلة هضر على معاد، خلينا غير هكا واقيلا أحسن، كان بانو هكا مزيان.
معادلة غادي بصوت الوالدين نتاع ارسل غادي غير دير ديك الاولى اللي هكا قلتي لي بيقرا عليها ناضيه، ما عليناش. هكا لا اللي قبل هادي، هادي تبارك الله، شو شحال زوينين، انا هو اللي زوين. المهم اللهم بارك صحتك. المهم ما عليناش. واحد القضيه هو انه هضر قبيله معاد على الاعلام، هضر على الاعلام الرسمي ديالنا، القنوات الرسميه ديالنا ديال بلادنا. المهم الله يحفظنا بلادنا. شحال هادي الا كنتو رادين البال، تعقلوا على واحد البرنامج كنا كنتفرجوا لا فيه بكرستمير كاملين، واحد البرنامج زوين تبارك الله سميتو ديك ديال مسابقه ديال تجويد القران الكريم، تعقلوا عليه؟ نعقلوا اه عليه. كان ذاك البرنامج، وكانوا سنوات تبارك الله وتيجيبوا قراء وتيجيبوا تبارك الله وعندهم واحد الجائزه ماليه المهم وتيربحوا، كنا كنستمتعوا معاهم وكتسمع. وانت شوف الاغلبيه ديال الناس ديك الوقيته كانت شحال من واحد تشجع، حيت كانوا عندهم شروط ديال انك تكون على الاقل حافظ شي شويه ديال شي بركه من القران الكريم، خص ضروري تكون حافظ شي حاجه وتكون عارف القواعد وهذا باش تمشي تشارك. شي شحال من واحد، ما انا كنت ديك الوقيته في واحد البلاد من المناطق ديال سوس، وغادي نذكرها دابا والتحيه ديال دوك الناس، واحد المدينه صغيره سميتها مدينه بويزاكرن، جيت تحت من تيزنيت حدا قلميم، تحيه للناس ديال قلميم. كان ديك الوقيته دوك الناس شحال من واحد كنا صغار وتنتفرجوا في داك الشيء، وشحال ديال الدراري صغار مشاو تبارك الله كيتعلموا القران وتيحفظوا باش انهم يشاركوا في ديك المسابقه. يعني داك البرنامج كان كيموتيفي الناس باش انهم يمشيو يحفظوا القران باش انهم يمشيو يشاركوا، كانت واحد المنافسه. كان واحد البرنامج اخر ديال الدين والناس اللي فيه داك الشيخ ديالنا الكبير بن حمزه، ياك بن حمزه سميتو، من ده حمزة بن حمزه، كان كيجاوب على الاسئله. يعني سبحان الله العظيم واحد الوقيته ما بقاوش ذوك البرامج، كيفاش توقع انه ما بقاوش؟ وبواحد الطريقه غريبه ردوا البال. واحد النهار واحد الدري صغير بان في الفيسبوك، اش قال؟ سي محمد بيكالتي، عقلتوا عليه؟ بيكالتي بيكالتي صدفوه، واش صدفوه ولا ما صدفوش؟ شنو صدفوه. بقى شنو دابا الدري هذا؟ ماشي زعما تنهضروا على الدري بالخايب ولا شي حاجه، لا غير هو اش قال؟ قال سي محمد بيكالتي، قالها بطريقه عفويه، هذا ديك الطريقه عادي ديال عادي، قال له سي محمد بيكالتي، حط لي بيكالتي تنشر صافي، ولاو الناس كيقولوا سي محمد بيكالتي وتيغنيو بها، اجي جيبوا لنا، جيب لنا ذاك السيد حطوا لنا في البلاطو، ذاك خونا تيسولوا ذوك الاسئله وتيسولوا شي اسئله كبار على الدري. هما شنو داروا؟ باش انني نزيد المشاهده ديال ذاك البرنامج، حيت ذاك البرنامج كيموت له الحوت، باش نزيد انا ذوك صحيح اش كنجيب؟ وكنجيب الناس اللي تيبانوا دابا الناس اللي عطس، قولها بشي طريقه غريبه، جيب لنا ذاك السيد الله يلا عطس بواحد الطريقه شكل، ويجيبك وبدا يهضر معاك وبدا يسول ذوك الاسئله باش يزيد في نسب المشاهده. بغيت نشير لواحد النقطة هي الأخرى باش أنا راه ديت بزاف واقيلا ديال الوقت. قبيلة قال لي الأخ يوسف شكون اللي كيكون مورا هاد سميتو؟ ماشي غير حنا أخا يوسف، كاينة واحد القضية، واحد الفئة اللي هي خصها تكون هي صمام الأمان، هما الوالدين. واحد القضية مؤخرا كنا شفنا باللي مات واحد الأخ رحمة الله عليه، الأخ أنور، وكان مشهور في تيك توك، كان تيدير واحد المحتوى غفر الله له. المهم ما بغيناش حنا الله نهضروا على هذا يهديه، الجانب، الله عز وجل، قلتي نسأل الله عز وجل أن يغفر له. نسأل الله عز وجل أنه يغفر لي، والله إلا بقى فينا الحال بزاف، لأنه يعني في صحيح. مقتبل العمر 20 عام، 20 عام أخويا يوسف، 20 عام وتعطاسوا ديك الحرية كاملة، 20 عام دابا بالله عليك، حنا متضامنين مع الأم ديالو، مع العائلة ديالو، مع باقي الناس المقربين ليه، بقى فينا الحال كاملين، لأنه خونا وحبيبنا. هو واحد القضية، الأم ديالو، الأب ديالو، خوتو، العائلة، لونتوراج ديالو كامل، ما كانوش كيشوفوا داك السيد شنو كيدير، شنو كان كيدير، ما كانوش كيتفرجوا على المقاطع ديال الفيديو ديالو، ما كانوش كيشوفوا المحيط ديالو، الناس اللي دايرين به، شكون شنو كانوا كيديروا في المنصات ديال الليل، حيت هو كان كيشارك الحياه ديالو الخاصه كلها كيبارطاجيها في السوشيال ميديا، كيبارطاجي كاع داك الشيء اللي كان كيدير ثانيه بثانيه. يعني الوالدين ديالو كانوا عارفين، ولكن كانت عاجباهم ديك الشهره، كانت عاجباهم ان ذاك الولد كيجيب بزاف ديال نسب المشاهده، ان ولدهم تيهضر عليه فلان وفلان وفلان وفلان، المنصات كاملين حاطين الفيديوهات ديالو. اذا هاد الاب الشهرة مسخوطة. هاد الاب وهاد الام اخا يوسف، قبل ما تحرق الكبده ديالك وتجي تلقى ولدك مقتول، ولا تلقى بنتك مقتوله، ولا شي واحد من الافراد ديالك مقتول، العائله ديالك مقتول، علاش زعما ما تمشيش تنصحو؟ علاش زعما دوك الناس اللي ناضيين كيقول لك شهادات شهادات في الضحيه، وكان كيسهرنا، كان كيطلق الموسيقى بالجد، كانوا ما كيخليوناش ننعسوا، وانت ماشي راجل تمشي تدق عليه الباب،
وتقول لي السي محمد وتنصحه بالتي هي احسن، هذا الشيء اللي كدير فيه راه ماشي معقول. يعني حتى شي واحد ما قادر انه يقول هذا الكلام ديال هذه الكلمه ديال الحق. الناس ولاو خلاص دابا تيقول لك اودي وعادي، خليه يعيش شبابه، خليه يعيش 20 عام، 20 عام وتحل عليه هذا الباب ديال الحريه قدو قداش. النتيجه راه باينه قدامنا اخي يوسف، السيد الله اسمع، يرحمه أمين، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، كما نسأل يا الله عز ربي وجل امين أن يتجاوز عنه وأن يغفر له. تمسك. خونا هضرت حبيبنا، بهذه الطريقه هذه والله والله العظيم العظيم إننا حيت بقى نتألم، فيا الحال، حيت بقى فيا الحال. نتألم والله، لا نتألم بالله اللي كنسمعه بحال هكا، والله لا نتألم. نسأل الله عز هذا هو وجل أن اللي، يغفر له ويتجاوز عنه. لا شوف لعلي غير واحد الحاجه، شوف نتمنى انه تكون درس. علاش؟ لان دابا ولينا خلي امين الله يرحمه كان عنده 20 عام ياك، انا ما عرفتش الصراحه شنو كان كينشر ولا هذا، لان أنور، هو سميتو، هو انوار سميتو أنور، انوار انوار أنور الله يرحمه. انا ما عرفتش انا تل القصه. خلاص انا عرفت انه توفى الله يرحمه، لكن هذه درس لهذوك الوليدات اللي كنشوفهم دابا طالعين كتلقى عنده 12 عام 13 عام داير حتى هو فيديوهات وكيحطهم في اليوتيوب وباهم فرحانين به. شريف واش عارف ولدك شنو كيدير ولا لا؟ طيب هذوك اللي كيشتحوا في التيك توك ولا في اليوتيوب، ولا زعما الوالدين ديالهم ما كيشوفوهمش، زعما شنو، زعما حرية شخصية، دير اللي بغات، شنو زعما شنو غادي توصل لينا؟ زعما نقول المشكل انت اخي الواحد هو انه دابا كاينين دابا الوالدين اللي دخلوا مع اولادهم في ذاك المحتوى. وتنعرف واحد السيد، شو هذه والله لا هذه خطيره. واحد السيد كان تيجي تيلقى ولده تيلعب فري فاير، ياك هذه قصه حقيقيه، هذه راه من جايبها لكم من المنبع. اش كان كيدير؟ كان ولده كان كيلعب الفري فاير، وذاك باه قال له دابا انت دابا غير تخربيق حاضر ليا تما داك البيسي وكتلعب اونلاين ومصدع لي راسي انا وكونيكسيون دابا نخلص عليك انا الكونيكسيون. قال له الوالد اجي بلاتي لهنايا، قال له اجي نوريك الكونت ديالي شحال فيها. او راه الكونت ديالو الدري مفرقع والفلوس صحيح عنده في الكونت بونكير ديالو، ولا تيدخل الصرف من ديك فري فاير. اش واي دار بواه؟ باه ما بقاش كيمشي لديك الخدمه او لا حتى هو مريح معاه وتيلعب هو وياه فري فاير. بليل ولا داير هو وباه ثنائي تيلعبوا فري فاير هو وياه، ومطلعين الصرف مع ماجد. اشوف هذه تا هي خايبه. ارى لي هذاك اللي كيقزب ليا مرتو، وشوفوا الجسد ديال المرأة ديالي بناء ضايع عليك، وهذاك انتاكو. ما بغيناش كاع نذكروه، ما بغيناش كاع نذكروه. ذاك بيبي، خلي ذاك بيبي شوف غير بيدخل خلي عليه شحال وراه راسه بزاف، مكتوب باش نخلوه. خلي شحال من حال. لا لا هو يلا لعلي، اخوي نرجع بكم شويه اللور ونهضر على هاد علينا حنا، اللي كنشجعوا هاد التفاهه هادي، اللي هذا اللي كيبين لينا مرته كندخلوا نشجعوه، وهذا اللي هادي اللي كتشطح علينا في التيك توك وكندخلوه كنشوفوا الجسد ديالها وكيعجبنا، وغدا كتعري شويه وبعد غدا كتزيد تعري اكثر من عرات البارح وغاديه، وكتعري وكتعري وكتعري، من بعد ما كيملوا الجمهور ديالها من ذاك العرا كتولي كتشطح، من بعد ما كتشطح وكيمل الجمهور ديالها كدير شي حاجه اخرى وكتدخل للطواليت وتصور راسها والتفاهه والاوتفيت وكذا وكذا وكذا. سؤال هذا التافه، هذا سؤال بالله عليك، هذه فتره شباب، هذه فتره شباب، فتره قوه، فتره قوه عندك هذه، كتضيعها في الخوال الخوي وستسال عنها امام الله عز وجل يوم القيامه على هذه الفتره هذه. اعطاك الله عز وجل العقل، اعطاك الله عز وجل الجسد زوين، عطاك الله عز وجل لباس، عطاك الله عز وجل بورتابل، عطاك الله عز وجل ميكرو، عطاك هذه نعم نعم. ولا تسألن يومئذ عن النعيم، والله الذي لا رب سواه. راه خص يكون عندنا التصور الكامل من اللي كنهضروا على هادشي، راه خص يكون عندنا واحد التصور كامل على انك غادي تقف قدام الله عز وجل. راه خص يكون عندك التصور يا حبيبي، خص يكون عندك التصور انك غادي تموت. راه حنا دابا كتقول للشخص الشريف غادي تموت، كدوز كدير فيو كدير منها عادي جدا، في حين ان الصحابي تقول لي غادي تموت، راه غادي يرتعد، راه الماكله والله الذي لا رب سواه لا كلها مازال، والله ما ياكل بالله. بالتالي كنبغيو نقولوا لهاد الناس اللي طلعوا لهاد المنصات اللي كبار عليهم وهما تافهين باش ما نبقاو نغطوا الشمس بالغربال، ستقف امام الله عز وجل. مزيانه هادي، مزيانه هادي. ملي كنقول لك ستقف امام الله عز وجل، اذا كنقول لك سيسالك، وملي كنقول لك سيسألك فأعد للسؤال جوابا. سيسألك من الذي خلقك؟ غيسولك حبيبي، كما كتمشي انت كتسول الناس كدير لهم الاوتفيت، شحال الاوتفيت ديالك؟ انا شاري هذه ب 700 ألف ريال،
غادي يسولك الله عز وجل حبيبي على ديك اللقطه بالضبط، غادي يوقف غادي يسولك عليها، وعن شبابه فيما افناه، فين ضيعتي فين داز، لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال. الله حبيبي لا رجلك غيبقى واقفين حتى تسال. ملي كنقول لك هكا خص يكون عندك تصور كامل، غنوقف انا قدام سيدي ربي، غيسولني على الشباب ديالي، واش انا الشباب ديالي غير ضايع؟ واش انا الشباب ديالي كنبقى نشطح فيه في التيك توك؟ واش انا الشباب ديالي كندوزو في الخوا الخاوي؟ واش انا فترة القوة عندي كندوزها في والو؟ بالله علي ماذا سأقول أمام الله عز وجل؟ واش انا جر معايا كبانية ديال بنادم سأسأل عنها يوم القيامة؟ جر معايا أنايا؟ أي جيل هذاك جروا معايا أنا غادي نتسأل عليه يوم القيامة؟ بالله علي ماذا سأقول لله عز وجل؟ إلا سولناش غادي نقول ليه؟ باش غادي نجاوب؟ وانا كتبان لي جهنم والجنه، ما كاينش شي خيار اخر، انا ماشي غندوبل في واحد الامتحان في الدنيا ليه لا يردو، نجحت ولا ما نجحت لا يردو، نعاودو تاني العام الجاي ونعاودو مره اخرى والله يسخر. كاين هنا جنه ونار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، ما كايناش لك شي حاجه اخرى. وبالله عليك الله عز وجل تيقول لك ولا يحملن اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. والله حبيبي اللي غادي تهز الاوزار ديالك كامله يوم القيامه، وماشي غير الاوزار ديالك، وغادي تهز الاوزار ديال دوك الناس اللي ضليتيهم بغير علم، والله تتهز حبيبي الاوزار ديالهم، والله تتهز الذنوب ديالهم والاوساخ ديالهم. بالله عليك واش هادشي ما كي... واش هادشي انت ما كتحطوش في راسك؟ واش هادشي ما كيدورش لك في راسك؟ واش انت غير كدير فيديو كتخرج وكدير اللي عجبك؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ واش هادي تضحك انت؟ واش سيدي ربي غير خلقك غير هكا كدير اللي عجبك؟ الله عز وجل تيقول لك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واش شريف الحساب ديالك؟ قرب، من مات فقد قامت قيامته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الحساب ديالك قرب، الحساب ديالك قرب، وانت مازال كدير هذا الشيء. متى ستنتهي؟ متى ستقف عن هذه التفاهة؟ انت غادي توقف حبيبي انت؟ هذه رسالة موجهة لهذاك الانسان اللي كيدير هذه المحتويات التافهة. والله حبيبي الى هذا الشيء ملي غادي تموت غادي تخليه موراك. يقول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. غادي داكشي اللي قدمتي غادي تكتبه حبيبي، وحتى داكشي اللي خليتي موراك غادي يوصلك حبيبي. ما قدموا وآثارهم، الآثار ديالك اللي خليتي موراك، اش خليتي موراك انت؟ يا اش أغنية، الشح والرجيح، الرقص، العرى، السبان، واش هادشي اللي غادي تخلي موراك حبيبي؟ واش غادي، واش انت راضي انك تمشي بحال هكا؟ واش انت راضي انك تلاقى مع سيدي ربي بحال هكا؟ ابو هريره رضي الله عنه وهو اكثر من روى الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ملي كان تيموت كان يبكي بكاء شديدا. يجوا الصحابه يقولوا لي مالك؟ واش عرفتي شكون انت اكثر من روى الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش اتبكي على دنيانا هذه؟ قال والله ما ابكي على دنياكم. والله ما كتبكيني انا الدنيا هذه بالله، الدنيا هذه زائل والله ما تبكيني بالله. ولكن ابكي على بعد السفر، اش عرفتي فين غادي انايا؟ وقله الزاد. انا مسافر انا غادي لحياه البرزخ، انا غنسافر عند سيدي ربي والزاد ديالي قليل. هذا ابو هريره ايه، وانا اش غادي نقول؟ وانت اش غادي تقول؟ وانت اللي كتقدم هذا المحتوى التافه اش غادي تقول؟ وانت عارف انك غادي لعند سيدي ربي، والله سائرون الى الله، والله لا غادي لعنده، والله الا حبيبي غادي تموت بالله. والله تتخلي موراك هاد الفلوس وهاد الشهره وهاد التفاهه وهاد كلشي، والله تتخليه موراك بالله. والله الذي لا رب سواه لا ديتيه معاك، والله لا ديتي معاك ديك الشهره، والله العظيم نهار تموتي الى اول حاجه غادي يديروا لك غادي يحيدوا لباباك هاد البورطال، والله تيحيدوه ليك من يديك بالله، والله لا ديتيه الاسم معاك. ديالكم ما يعيطولكش به. والله الاسم ديالك مات مسكين، مات مسكين، وليتي غير مسكين. انت كنتي البارح كيجيبوك البرنامج كذا وبرنامج كذا، مات مسكين، مسكين مشى. هذا من جهه، هذه الرساله الاولى، نسال الله عز وجل انها تكون وصلت، نسال الله عز وجل انه ينفع بها الشباب وينفعنا بها حتى حنا. الرساله الثانيه لهذاك الانسان اللي كيبقى متبع هذا التافه هذا، شريف واش انت عندك التصور الكامل داك الشيء اللي كدير؟ شريف راه ديك الجيم اللي كتسمر بصبعك انت لعلها ما درتي والو، اش درت غير مسيت؟ يا حبيبي حتى تسأل راه فعل هذا، وقفوهم انهم مسؤولون. والله يا حبيبي لا بتسأل بالله على ديك جيب، علاش درتي على هذاك؟ والله تتسأل على ذاك الكومنتير نايس، وانت هكا كتبت لي غير نايس، كتبت لي غير جميل. والله يا حبيبي تتسأل على ذاك الكومنتير هذا بالله، تسحق واش تسحق انت؟
وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك إلا ما يسرك أن تراه. وتضحك واش كتبتي غير عادي؟ والله ما عادي بالله، راه كتبتي شي حاجة اللي غادي تسأل عليها يوم القيامة. وما من كاتب إلا سيفنى. شتي انت اللي كتكتب وكتجيمي وكدير جادو، غادي تموت غادي تفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداك. وداك الشيء اللي كتبت يديك غيبقى، الدهر سوف يبقيه، وغادي يشوفوه الناس انت في القبر ديالك. وداك الشيء اللي بارطاجيتي، وهذا البارطاج كاع هو اصعب حاجه، هي البارطاج، حيت انك تتزيد تنشر، تتزيد توري لهذاك السيد، كتزيد تشهر ذاك السيد، كتزيد توريه لاصحابك. وما من كاتب الا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداك، فلا تكتب بكفك، ما تكتبش بهذا الكف ديالك، هذا الكف هذا، فلا تكتب بكفك ما الا ما يسرك ان تراه. الا شي حاجه اللي غادي تجي يوم القيامه وغادي تقول الله، كومونتيت للاستاذ ياسين العمري، كومونتيت للشيخ سعيد الكمالي، وشافوا صاحبي ودخل عنده ويتصنت لديك المحاضره هو يستفد، ولا كيقوم الليل. الله، واش غادي تكتب ليا انايا الصديق ديالك يقوم الليل وغادي تكتب ليا ايه هي؟ لانك انت الذي دليتي على ذاك الخير، والدال على الخير كفاعله. الصبع اللي بيكليكي على تفاهه، يكليكي على واحد الحاجه اللي غادي يستافدوا منها الناس. الصبع اللي غادي يكليكي على واحد جادو، عرف فين كدير ديك جادو ديالك، عرف فين كدير ديك جيم ديالك، واعرف حبيبي فين كدير ذاك النشر ديالك، عرف اش كتنشر. والله ستسال، حيت دابا حنا ما عندناش، كتلقى الشباب ما عندوش ذاك التصور، كتقول ليه الشريف حبيبي انت راه الله درتي جادو للتافه فلان، تقول لك يا صاحبي عادي، عجبتني ديك النويطه اللي قال. كيفاش عجبتك ديك النويطه اللي قال؟ اشنو هي هاد النويطه هادي؟ وما نقدرش نقولها لك، راه السبه هادي، السبه وعجبتك، السبه وعجبك وسمعتي، وانا على يقين انك غادي تقلد ديك السبه حيت عجبتك، سيوس وغادي تعاودها من هنا لقدام. سيوس اسمحوا لي نكمل هاد. نعم كاين شي وحدين شنو كيقول لك؟ كيقول لك اودي انا راه كندير صناعه المحتوى، ولكن راه في نفس الوقت راه كندير مثلا القناه كندير فيها حتى الجانب الخيري. مثلا راه انا كندير كوك ماجي، كندير محتوى اللي غادي نضرب فيه كل شيء، اللي غنجمع فيه هذاك اللي خايب اللي غادي يتسنط، واللي الحاجه الزوينه اللي غادي حتى هي غتنشر ان شاء الله، وراه كنعاون الناس. هذه انا بغيتك انت تجاوب عليها، ماشي ما نجاوبش عليها انا، انت ربما تعطيهم الجواب ديالها. هو سيدي معاذ اش غادي نقول لك؟ ملي كتخلط كيبقى عندك كل شيء خايب، باش نتفاهموا. انا صحيح، داير انا حانوت مزيان، وكنبيع وكنبيع فيه تبغ، الكارو. كنبيع الكارو، كل شيء، دوك الفلوس حرام، حرمتيهم كاملين. ايه حيت خلطتي، شديتي مليار زدتي لها ريال حرام، خلطتي كل شيء ولا ليك حرام. اذا بلا ما تجي تقول لي لو على ديك الصفحه راه كندير فيها دوك التافهين، يا ربي تسمح ليا، زعما كاين هو راه نقي في قلبه مسكين، راه احنا اللي ما فهمناش، وراه كنعاون دوك الناس مساكن اللي مرضوا في السرطان وكنجمع الفلوس. الشريف انت ملي كتنشر ليا دوك التافهين، راه ضيعتي ليا 700 الف واحد ديال الشباب، ضيعتي ليا الاطفال الصغار، ضيعتي ليا انا. علاش غادي ينفعني انا عاونتي جوج الناس وضيعتي 70 مليار؟ علاش ما يكونش العكس؟ علاش ما تضيع انت، علاش ما تعاون 70 الف مليار واحد وتضيع لي انا جوج، ولا تحاول ما تضيع حتى شي واحد كاع، باش ما تسالش عليه غدا امام الله عز وجل يوم القيامه. انت كصفحه عرف باللي اي حاجه كتنشر فيها، عرف باللي غادي تسال يوم القيامه عليها، وعرف باللي غادي تسال. حنا راه واحد الحاجه ما كنفهموش، حنا راه ما عندناش التصور الكامل، وهذا مشكل فينا. ما عندناش التصور الكامل ديال اننا غادي نوقفوا قدام الله عز وجل، ما عندناش تصور. حنا راك بارطاجي، دير ليه جيم، كومونتي ليه كاع اش غيوقع. كيفاش اش غادي يوقع؟ واش انت بخير ولا مالك؟ غادي يوقع، ولا ما وقعش اليوم وغادي يوقع غدا، وانا متاكد انه غادي يوقع لك اليوم قبل من غدا، لان الله عز وجل يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اذا غادي يوقع لك اليوم او غدا، متاكد. الا انت كنت كتمشي وكتب واش هذيك عريانه ياك، بارطاجي وطاقي ليك صاحبك، وشوف اخويا انوار، شوف اخويا يوسف ناصري، شوف هذا الفيديو، هذا اخوك يوسف ناصري اللي عيطتي ليه، وهذا اخوك معاذ بوتكليمت اللي عيطتي ليه وديكلاريتي بيه، يشوف ذاك المنشور ودخل هو يشوف ذاك العرا. بالله عليك اش كتعمر ليه في قلبه هو؟ كتعمر ليه الايمان بالله عز وجل؟ ولا راه غادي يشوف ذاك العرا ويقول ما شاء الله؟ علاش
لاش كطاقيه؟ لاش لاش اش بغي يشوف هذا صاحبك هذا؟ واش انت غادي تحمل الوزر ديالك، وغادي تحمل الوزر ديال معاد، وغادي تحمل الوزر ديال يوسف؟ واش انت قد على هذا الشيء؟ سؤال، واكثر واش من انت هذا، قد على هذا الشيء؟ الوزر ديال هذوك اللي غيشوفوا من بعد، الوزر ديال هذوك اللي صحيح غيشوفوا من الاخر صحيح ويا غدا. صحيح. مثلا انا بارطاجيت واحد المحتوى عريان اباحي مزيان، طاقيت سي معاد والسي يوسف، سي معاد والسي يوسف عندهم شي اصدقاء انا كاع ما عندي، شافوه من عندهم والله اسال عنه يوم القيامه، واخا كاع ما كنعرفهم واسال عنه. الشريف انت بسببك فلان بن فلان، اسيدي ربي ما كنعرفه، عرفناك ما كتعرفوش، ولكن الوزير ديالو واحد غادي تهزو. سي يوسف، واحد النقطة بغيت نهضر عليها، لأن شفتها في واحد الكومنتير قال لك ما كامل حتى 200 حصان فرحان. غادي نجاوب هذا الأخ هذا بواحد الحاجة. القرآن الكريم إلا مشيتي قلبتي قليل ولا كثير فكتلقى واحد العبارة معاه، هو سيدي عزيز معاذ اسمح لي لا احنا قطعتك احنا سيدي معاذ، شوف احنا اخي معاذ ذاك السيد، احنا كافينا أنا اخويا الى غير لا واحد لا اخر نكمل من هي هذا اللايف هذا. نكمل الفكرة نكمل الفكرة نكمل الفكرة. حنايا ما كنهتموش، شوف حيت هذه كتوقع للناس صناع المحتوى اللي كيبغيو يصنعوا شي حاجة اللي مزيانة. هذه جا واحد قالها لي، قال لي اودي راه كندير قراءة القرآن والتجويد وعندي الصوت وهذا وهذا، وراه كيشوفوني غير 10 ولا هذا. شوف مادام انك كتنشر الخير ما يهمكش شنو كيشوف. انا نهار اللي درت القناة ما كان شي كنحط الفيديو، كنحط الفيديو لدابا دابا كنحطو، ما كنتسوقش شكون شافوه ولا شحال شافوه ولا شحال علقوا عليه ولا شنو، شي واحد سب فيه ولا انا انا اللي عليا من امور، انني نحط لك واحد المحتوى شتيه ما شتيش. انا غير حاجه واحده كنطلب من سيدي ربي غدا يوم القيامه يتقبل مني ديك العمل ويكون خالص لوجه الله عز وجل، ما يكونش رياء شريف الناس. حيت اخيب حاجه، اخيب حاجه هو انك دير واحد الحاجه صالحه ولكن فيها الرياء، لأنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. المهم راك عارف. شوف شوف معاذ معاذ معاذ، انا نجاوب ذاك راه السيد. باين والله يا سيدي، والله يا سيدي، لا تنطر تقول ملايين المشاهدات. يا الله يا شوف الله، أنا شوف لا غير بلاتي أنا بلاتي. شوف شوف مثلا اجي بحال القضيه هذه، القضيه هذه ديال سميتو، كيجيوك دوك القزاقز بحال هكا وتيهضروا كذا وكذا، تيتسناو منا زعما حنا اصحاب اللحيه وكذا وكذا. خصنا الا ضربك بحال قبيله واحد الدري قال لي قال لي دابا راه الا كنتي لحيه وكذا وكذا، اخص بنادم مثلا دابا الا جا سباك وضربك ديرها وتسكت، تنفخ لامك عينك نسكت اش انت لا في العين العقل الا واه، العين الا واه، واسمع واسمع العين اسمع الا واه، قال القضيه. لك الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ضربتي فاتقي الوجه، العين الا واه، نفخني نفخني شي بلاصه اخرى. جبد عليه. شوف شوف واحد القضيه، دابا حنا غير نفكرك في واحد الموقف وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الغزوه، ما عقلتش بزاف الغزوات، فاش ناض واحد خونا بدا كيعيط بواحد الشعر وكيقول لهم شكون هو هذا اللي فيكم واعر يخرج لعندي وهذا. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه كان مازال صغير، كانت عنده شي 18 عام ديك الوقيته، ولكن تبارك الله كان صحيح، وكان تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم خليني، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لا جلس، وتيقول له المره الثانيه كيقول له لا جلس، الثالثه حتى اذن له الرسول صلى الله عليه وسلم باش يمشي، مشى عنده علي بن ابي طالب وهو تيدير ديك ديالها تيتبوم بقى عليه، وقالوا له الصحابه قالوا له هذيك المشيه اللي كيدير علي بن ابي طالب راه ما مزياناش. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف بحال هذا يحبها الله ورسوله ديك المشيه، لانه قال لك الله عز وجل اعزه على الكافرين، انه الانسان خص يكون عز. يعني دابا انا تنقول لذاك السيد والله يا سيدي لا تنضربوا الملايين المشاهدات، والله يا سيدي لا مزاح مين دوك الناس اللي كتبعوا اللي تتبعوا الناس دوك المخربقين، والله يا سيدي لا كاينين حنا في الساحه، وحنا كاينين غير باش نزاحموا، وباذن الله عز سيدي وجل يوسف، غنزاحموهم حتى ما يبقاوش. هو سيدي يوسف، لعلنا الاخ، شوف الاخ، حنا ما عرفناش النوايا ديالو حسنه ام سيئه، اشوف حنا ما نهضروش عليه. انا ما هضرتش عليه، هو انا تنجاوب لا زعما لا شوف بصفه عامه. الهضره ماشي، لا شوف اسمع الهضره ماشي انا اشوف ماشي غير بصفه. كوجهات نظر ديالي، جزاكم الله خيرا، اسمحوا لي اسمحوا لي الله يتوب عليكم. راه شوف، راه لا يهمنا بتاتا، راه لا يهمنا باش يعرفوا الناس اللي متبعين، راه لا صحيح يهمنا بتاتا صحيح انك تتابعني ولا ما تتابعنيش، والله الذي لا رب سواه لا يغير من الامر شيئا، باش نتفاهموا، راه لا يغير من الامر شيئا. انا شخصيا اذا سولتيني وقلتي لي اش بغيتي، واش يتابعوك مليار واحد وحتى واحد فيهم ما يدير بداك الشيء اللي قلتي، ولا يتابعك واحد ويمشي يدير بداك الشيء اللي قلتي، غنقول لك صافي.
ابا بغيت غداك واحد الله يرحم ليك الوالدين ومشي يدير ومشي يدير داكشي اللي قلت لي الله مزيان. ينورك. هذا من جهه، من جهه اخرى خلاها الاستاذ، واش السي خلاها معاذ الاستاذ. والسي يوسف واش انتوما احسن من الانبياء والرسل؟ لا، لا يقول اكيد رسول طبعا الله صلى الله عليه وسلم ياتي اكيد النبي وما معه احد، وما صح. معه احد، وما لا تبعه واحد حتى ولا واحد. اثنين هذا نبي، هذا راه مرسل، هذا راه نزل عليه جبريل ووراه اش غادي يدير. هذا راه رسول وما معه احد، وما معاه حتى شي واحد، وواقف بوحده. ايه وانا خصني ضروري نجي باش يجيب معايا انايا مفرجه فيها صح. 200 وما ولو تفرجش كان فيها، شوف خيوس، خيوس لو وما كان الرسول تفرجش صلى الله عليه فيها. وسلم حاضر بينا تنا دابا، وكانت عنده باج، كانت عنده واحد الباج كي 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 يعني عنده باج مثلا بحال عنده باج مثلا في فيسبوك، راه الانتقاد حتى هو غادي تكون غادي ضروري، واخا هو نبي واخا هو رسول ضروري دوك لي كومونتير ديال. انا بغيت ندير واحد التدخل خيوس، حيت في ال 11 دابا، راه 11 قل 20، عندي واحد الالتزام في ال 11 باش من باش نعطي النقطه ونخليكم انتوما تقول. انا نختم، بغيت نختم نقول واحد الكلمه اخيره. يعني هذه واحد القضية دائما تنشير ليها للإخوة، الناس اللي تتبارطاجي لي ستوري في فيسبوك، ستوريات تتلوح التصويرة ديالك نعم سيدي، وكتزيد ليها واحد الموسيقى ولا كتزيد ليها واحد الأغنية، وهذه دائما فاش كنصادف شي واحد من الأصدقاء ديالي ولا من الناس اللي عندي في فيسبوك تنقول لهم هذه الهضرة هذه. الله يرحم الوالدين، راه إلا بارطاجيتي ديك التصويرة ديالك ودرتي معاها واحد المقرئ ولا درتي معاها واحد النشيد اللي ما فيه لا كلام خايب لا والو، راه خير لك مليون مليون مره، خير لك لانك كدير واحد الاغنيه. حيت دابا فاش كتقول له هذا الهضره كيقول لك راه ما فيها والو، راه غير عطاوني داك لوبسيون ديال الشاب فلان ولا فلان وزدتها، باش انه تزيد التصويره، يعني انت كتفرش فيها وهي كتزاد. شوف حيت انا نقول نكذبوا نكذبوا، راه ما نكذبوش، هذا الواقع. راه دابا هي تكون جالس مثلا في شي مجمع وشي واحد كيشد الدربوكه ولا شاد الكمانجه، راه ما تحس براسك، تكون رجليك كديرها كتحرك الرجل ديالك، وهذه راه واحد معاذ يا القضيه ذاك وهذه الخط، معاذ معاذ معاذ. راه صح، هذا هو الواقع. كتكون جالس، راه شوف القلب ديالك عامر بالايمان، القلب ديالك عامر بكتاب الله عز وجل، ولكن انت جالس في ديك البلاصه، راه والله القسم الا راه كتكون جالس وكتحرك يديك وكدير حتى هذيك ديالها بلا ما تشعر، وانت راه ما بعيد، لانه داك الشيء النفس تهوى داك ديك الموسيقى وتهوى دوك المحرمات. وكل ما كان سبحان الله العظيم قال كل ما كانتش الانفس تهوى المحرمات، كاع ما يحرمها عين الله سبحانه وتعالى. واش ربي غادي يحرم عليك واحد الحاجه انت ما باغيش ديرها؟ يعني وديك النفس راه كتقلب على ديك الاشياء. لذلك انت باغي تبارطاجي تصويره، باغي تبارطاجي فيديو، حيد عليه الموسيقى. حتى حنا كنا كنديروا داك التخريق الحمد لله نصحونا الناس وحيدناه. واحد القضيه انا باش نقول لك الشيء اللي غادي نقوله ونختم، إذا بغينا هذا الشيء هذا يتحدث لا إله إلا الله، وتيضحك تيضحك موعد تيضحك موعد بعد كده ضحك اون سيلونس. شوف واحد القضية، إذا بغينا هذا الشيء هذا صراحة يتحد، لا سينيالي أب، شوف نخليو حنا ديك سينيالي وماسكي وما تكومونطي ما تشوف ما والو. والله أخويا يوسف، والله أخويا معاذ، راه الحل والله إلا كاين بين يدينا. عرفتي ويرجعوا الناس للقرآن، ولو بدا يقرأ الإنسان غير صفحة في النهار، والله أخويا إلا ديك الصفحة في النهار إلا كتنقي ذاك الجسد ديالك، كتنقي القلب ديالك، كتنقي الداخل. علاش؟ لأنه سبحان الله العظيم دابا القلب تيجمع في ذوك الذنوب والأغاني الأفلام الإباحية وذاك التخربيق كامل، القلب تيتوسخ، تيتوسخ ذاك القلب، خصو أنه يتنقى. أنقول واحد القضية، دابا الودنين، الودنين دابا مني مثلا شي واحد ما تيغسلش ودنيه، ما تيتوضاش الله يستر، الودنين ديالو تيبقى داك الوسخ تيتجمع كذا وهذا، تيتسدو ودنيه واحد الوقيته ما غاديش يبدا يسمع. ولكن بديتي تتوضا ونقيتي دوك الودنين، ما غادي يرجع لك السمع ديالك. وكذلك القلب، القلب ملي تيتوسخ صافي ما تيبقاش يتصنت للخير، ما تيبقاش يوصلوا داك الخير، ما تيبقى. ولكن ملي كتولي كتقرا القران، كتقرا صفحه ديال القران في النهار ولا شي حاجه، ولا يكون عندك ورد يومي، سبحان الله العظيم داك القلب تيتنقى. والقران غالب وليس مغلوب، عرفتي القران الى ملي تدخلوا للقلب الى لقى شي حاجه من هذا الشيء ولا من هذا الشيء، لا ما تيرضاش، خصو يحيدها، تيحيدها، تيدفع الخبائث، تيدفع دوك الاشياء اللي هي ما مزياناش، باش يبقى بوحده في القلب. لان القلب اش كيقولوا، القلب لا يتسع لحبيبين، ما يمكنش تجمع فيه القران وتجمع فيه الموسيقى والاغاني. شحال من واحد كيقول لك الدنيا هانيه، شويه لربي شويه لعبده. كون كان انا جملة مردود على عباد الله. كون كان كيسمعنا مصطفى الهلالي، مصطفى الهلالي واحد النهار اش قال لهم؟ قال لهم، قال لك اسيدي شي وحدين، قال لك اللي ما شطح ما غنى والله ما يدخل الجنه.
قال له قال له احنا دابا نخليو هاد الشهاده ديالنا احنا كاع دابا ونمشيو نحزموا راهو كامل ابليس، نمشيو نحزموا كامل ونبداو نشطحوا. المهم راهو انا بغيت ابليس نقول، كما قلت. بغيت نقول واحد القضيه هو انه الانسان يرجع لكتاب الله عز وجل وغادي يتنقى ذاك القلب. لانه يعني واحد الاب واحد النهار جا عند الولد ديالو جاب له واحد الشبكه، ديك الشبكه موسخه كان فيها الفاخر، وكان تيقول له باه سير ذات الشبكه عمرها من الواد عمرها بالماء وجيبها ليا. الدري ما تيجي فين يوصل حتى كتخوى ديك الشبكه، سير 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 سير. واحد الشويه عيا الدري وقال لباه، قال له الوالد، قال له دابا هاد الشبكه هادي، قال له راه ماريش تجمعنا فيها الماء، راه من الصباح وانا كنعمر فيها. قال له ما بغاتش كاع تعمر. قال له جيب ديك الشبكه ولي. قال له واش هكا عطيتيها ليك؟ قال له لا. قال له فاش عطيتيها ليك؟ قال له كانت موسخه الحموم ديال الفاخر وهذا. قال لي وراه كذلك القلب. قال له واخا ما تكونش حافظ كتاب الله بالمداومه عليه وتكون كتقراه بزاف يوميا، كيتنقى ذاك القلب، ما كتبقاش السله كما كانت، وحتى القلب ديالك ما كيبقاش كما هو. ونسال الله عز وجل التوفيق. تفضلوا يا ايها الاخوان الجميلون، اكملوا الجميلان. الجميله. لا كان لا لا الجميله اشو ام معاذ معنا الاستاذ صاحبي احنا شو استاذ في القسم، استاذ في القسم ماشي هذا الغلط ام معاذ الجميله انا صاحبي ناقص جوج نقاط، ناقص جوج نقاط، ناقص جوج نقاط. دراس استيلو هو سيوس. واحد ملاحظه بسيطه. مرحبا. بالنسبه لهذوك الناس اللي قلنا لك قبيله ديال شي واحد اللي انا هضرت على اللي كيصنع التفاهه وكيصنع الخير بجوج في دقه واحده، كيجي واحد كيقول لك وشوف تفرج هذا راه كيقول شي حاجه زوينه، كتقول لي لا راه هادشي راه كيبارطاجي حتى الخايب. لا راه كيدير حتى الخير، راه هو نفس المثال اللي ضربناه قبيله ديال واحد خونا. الا جينا نهضروا بالمنطق ديالو، داير المحل فيه المواد الغذائيه وفيه الكارو، مزيان. شنو كيقول هذا المنطق ديالو؟ شنو كيقول؟ كيقول لك هذاك اللي غيجي يدي من عندي الكارو غيدخل وغادي يقول لي اعطيني الكارو واعطيني معاه واحد بيمويه واعطيني معاه واحد ليطر الحليب واعطيني اعطيني اعطيني. الا جا لقى ما عنديش الكارو اش غيقول؟ ما عندكش الكارو؟ صافي وغادي يمشي بحاله. هذا النوع هذا حنايا شنو خصنا المطلوب منه؟ اننا ملي غندخلوا محل فيه الكارو خرج اشري، تقدم عند واحد اللي ما عندوش الكارو، ما كيأذيش المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ندخل نتقدم عند واحد اللي عنده الخير، كذلك القنوات، واحد كينشر الخير وكينشر ماشي التفاهة نجيب الشارجو. ندخل عند هذا اللي كينشر الخير. أما هذا اللي كينشر الخير والتفاهة ما عندي ما ندير به. معاذ معاذ واش انا راه عندي واحد الالتسام في ال11 هانية. مرحبا سي الله يسخر، سي الله يسخر. شوف انا غادي نبقى معكم تلقى القسم، غير باش من انا راه ما سخيتش بكم، غير باش ما يكونش حرج. الا ما طلقتوش الصراحه راه ما نمشيش. اللهم يسر، غادي نطلقوا صراحك. شوف لعلنا نختم كما هضرنا ديك الساعه، هضرنا على ذاك الانسان اللي كي كي هضرنا على الانسان التافه، وهضرنا على الانسان اللي كيدعم التافه. غادي نهضروا على ذاك الانسان اللي ما كيحملش التفاهه ولكن كيدعمها، ولعلنا نختم بالحلول ان شاء الله باذن الله تعالى. هذا انسان إن شاء الله. ما كيحملش التفاهه، ما تيحملهاش ولكن كيدعمها. شحال من واحد غيتسال غادي يقول لك كيفاش هذا ما كيحملش التفاهه ولكن كيدعمها في نفس الوقت؟ هذه لا سكيزوفرين، ولكن ما كاين لا سكيزوفرين لا والو. كيفاش كيدير؟ دابا هو كيبان ليه شي شخص طافيه طلع وكيجي ليه ديك اغضباني مزيان، وكيدخل الكومونتير تقول لا حول ولا قوه الا بالله، اش هذا الشيء ولا عندناش الى غير ذلك. الشريف راه انت كدعمه من حيث لا تدري، ولا كيبارطاجي ليه تيقول لك الاخوان شوفوا النيفو لاش وصلنا. لاش عيطت ليا انا نبارطاجي ومعيطت ليا باش نشوف هذاك؟ لاش معيط ليا؟ لاش معيط ليا؟ انا واحد النهار لحقت واحد المقطع ديال ما تفرجوش في المنتخب النسوي، ولا نلقى واحد الجروب مبارطاجينو ديال خوتهم ديال الملاحده بارطاجوه. دخلت انا قالوا لي لحوا لي لانونس بلي راه بارطاجوا لك هذاك الجروب. دخلت ولقيتهم تيسبوا تيعيروا كذا وكذا الى غير ذلك. واش عرفتي شحال ضرب داك الفيديو ولا لا؟ راه اللهم بارك راه صافر. يعني هذوك راه عاونوني من حيث ما كيعرفوش عاونوني. انا بديت كنضحك عليهم، دخلت ما علقتش ما والو، قلت صافي خلي بالك تلق. نسال الله عز وجل ان يهديهم، نسال الله عز وجل. خوتنا احبابنا والله الا كيبقى فينا الحال ملي كنشوفوا الشباب غادي في ديك الطريق ديال الالحاد الى غير ذلك، خوتنا احبابنا تيبقاو فينا ما كرهناش يجيو.
ملي كنقولوا ما كرهناش يجيو يدخلوا معانا، حنا ما كنقولوش بلي حنا ملائكه دابا راه شي جناح بيضين بيخرجوا لك من هنا وبينتير، لا، ونصيب ونخطئ يا المعلم، نصيب ونخطئ، ونسال الله، كل ابن ادم خطا، نسال الله عز وجل يقبض الروح ديالنا على شي خير، الا يا انه ربي كيبقى فيك الحال حيت هما مجلي، تقول ودي هذا بعدا راه مجلي. اذا هذا اللي كيدعم التفاهه من حيث لا يدري هو اللي كيدير الكغ وكيكومونتي لا حول ولا قوه الا بالله. الشريف ما تكومونتي، ما تدير لهم الكغ، ما تبارطاجي اقصى ما نور يمكن انك دير، وتقاتل معاها وجاهد النفس ديالك معاها، جاهد راسك غير مع النفس ديالك، ما تدخل تفرج، جاهد غير ديك النفس ديالك، ما تدخلش تفرج. الله عز وجل كيقول في الايه لعل تح في البال ديالي، أعرض عن الجاهلين. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذاك راه هوى ديال انك تدخل نشوف، الله تندخل نشوف هذاك اشلاح، وراه راه شوف راه عنده واحد المراه خصني ندخل نشوفها اش لابسه اليوم، الله تندخل نشوف هذيك راه كدير شي شطحات، راه شهوه هذه، راه شهوه حبيبي. قال لهم افرايت خويز من خويز قال لهم واحد الشيخ واحد النهار على هذه القضيه اللي دابا قال لهم واحد قال له عرفتي ابو جهل، ابو جهل فرعون هذه الامه، قال له راه دوز وتشوف له في مرته راه يذبحك، ابو جهل ابو جهل دوز دوز لذلك حدا دوز شوف زعما وتلوح عينك المراه ديالو ولا تبغي زعما تشوف ولا شي حاجه، هذا كافر وفرعون هذه الامه، فما باله يعني الاخوان لذلك المسلمين دام لا اله الا الله. صحيح شوف لذلك الله عز وجل المرأة ديال أبي لهب ما ذكرهاش في القرآن بالسمية ديالها، وامرأته ما ذكرش السمية ديالها، وذكر أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ذكر أبي لهب، ولكن المرأة ديالو ما ذكرش السمية ديالها، لأنهم كانوا المرأة، وذكر لي مرته راه يذبح باباك من الوريد للوريد، تقول لي لا هي لا سميده. تقرب. لذلك شوف الله عز وجل حتى هو في القران ما ذكرش ليه السميه ديال المراه ديالو، لانهم كانوا عندهم اخلاق، الرسول صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، الاخلاق كانت، اما دابا حنا الاخلاق راه تفسدات كما كاين في العنوان، التفاهه بين بريق الشهره وفساد الاخلاق، ومشات ما كيهموش هو يخرج عريان، ما كيهموش يسب، ما كيهموش يمشي يغني، ما كيهموش يخرج يشطح، ما كيهموش، هادو راه خوارم المروءه، هادو خوارم، هادو راه تكون ديرهم في القديم الله يدفنوا باباك بالله. ولكاش هذا المخنث هذا، راه المغني كان يدعى مخنث، مخنث دابا اصبح صاحب رساله، المعلم اصبح قدوه، اصبح بزاف ليك ديال الحوايج، دابا راه ولاو برامج كيتداروا ديال الغناء باش يطلعوا وليدك مغني، ويطلعوا بنيتك مغنيه، ويطلعوها شطاحه، ويطلعوها رداحة، ويطلعوها ويطلعوها. إذا مواهب أنا مواهب المواهب، نعمس اسمع أنت الكلمات، والله العظيم إلى زمن الرويبض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله العظيم تأتي على والله إلى أمتي زمن سنوات خداعات. والله إلى سنوات خدعت هما هذو اللي كنعيشوا حنايا دابا بالله، والله إلى الخدع، والله إلى الخدع السحرية كما قال سيدي فريد الأنصاري رحمة الله عليه، والله إلى السحر اللي ولينا كنعيشوا بالله، ولينا كنعيشوا السحر. وبالتالي لعلنا نختم بهذا السؤال هذا، الحلول اشنا هو الحل ديال اننا هذا التافه هذا صافي بركه حبس. الحل كما قلنا اول حاجه نجاهد النفس ديالي باش ما نتفرج، انا سيدي ملي كنجي من الخدمه عيان، كنجي مستريسي، كنجي من القرايه كذا وكذا، كنبغي شي حاجه اللي تسليني، شوف ندخل نحط برنامج ديالي، والله حبيبي اليوم الا دخلت لشي تافه بالله ما ندخلش ليها، شتي ديك النفس ديالي نزير بابا، انا عارف بلي الانفس ديالنا راه تهوى الشهوات وتهوى الملذات، وكنحشروا ريوسنا في الحياه ديال الناس، اجي نشوف اش دار هذا، اجي نشوف اش دار هذا التافه، نطلع على هذا التافه نشوف، ونزير النفس ديالي ما ندخلش، اش كاع غادي يوقع الا ما دخلت تفرجت فيها، اش كاع غادي، واش انا نبقى ديما نعمر راسي بالخوا الخاوي، واش انا بنحط راسي نبقى نتفكر في فلان وعلان وتريتلان، واش صاحبي كيحط راسه وعامر بمحاضرات ديال الاستاذ ياسين العمري، وعامر بمحاضرات ديال الشيخ سعيد الكمالي، وعامر بمحاضرات ديال الدعاة وكذا، عامر كيحط راسه عامر، وانا كنحط راسي خاوي، واش ما يبقاش فيا الحال، واش صاحبي كيعمر بورت الهاتف ديالو باش ينوض الثلث الاخير من الليل، وانا سهران مع التفاهه، واش ما يبقاش فيا الحال، لفين غادي، فين انت، لمتى، علاش ما نزير راسي انا، علاش ما نبدا في الزيار ديال راسي، علاش انا ما نزيرش راسي، علاش ما نجلس مع راسي ونحاسبها، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم،
وقف حبيبي والله مع راسك، والله وقف وقف الله يعفو على الجميع اخي يوسف، الله يعفو على امين الجميع. امين. شوف وشوف الاعلان انت لقوك اسيدي انا ياس، غادي شوف الاعلان انت نخليكم لقوك. اخويا تختموا، انا غادي نخليكم اخويا يوسف تختموا. احبكم في الله، وشكرا بزاف على هذه الاستضافه هذه وعلى هذا اللايف هذا، ونسال الله عز وجل احنا شوف احنا نحاول نبارطاجيو ما امكن ما امكن محتوى اللي يفكر الناس انهم يرجعوا لسميتو. باذن الله سننتصر باذن الله، كاع الدعاة والمشايخ وهذا الحمد لله راه دايرين جهدهم، دايرين جهدهم وتيتقاتلوا، وحنا تابعينهم. حنا كان غير دراري صغيرين ما اقزام يعني تابعينهم، والله كنحاولوا حتى حنا نرفعوا الاصوات ديالنا ونبلغوا واحد الرساله يعني خفيفه. ونسال الله التوفيق للجميع. سمحوا لي بزاف حيت غادي نخليكم، الله يطول في عمركم. اخي خميس معاذ نسأل الله اخويا اللي كتبان من هنا ولا ما عرفتيش، تبارك الله اخويا الهيبه يعاونكم. السلام عليكم ورحمه الله، والله الله يطول بارك الله، عمركم. يلا السلام عليكم ورحمة الله، الله يحفظكم. نسأل الله عمرك، حفظك الله ورعاك الدس حفظك الله ديسف، اخي جزاك يوسف، الله خير، الله يطول عمركم. جزاك الله خير الدس ديسف. اعلن انا ميمو الدس دي معاذ، يعني ديك ديك هاد النفس ديالي نحبس هاد الشهوات، ما بقاش نتفرج في هاد التافهين هادو. بركه يجي واحد النهار صافي بركه عليا، وصلت الدار نضم وقتي. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. كلام تاع سيدي ربي، والذين جاهدوا فينا، والله يشوف سيدي ربي كتجاهد النفس ديالك حتى يعاونك، والله ما يخليك كتقاتل بوحدك. شتي سيدي صحيح ربي، صحيح غير صحيح بين لي، وغير بين لي يا حبيبي، غير بين لي باللي راه بغيتي الحق غادي يعاونك. راه تجي سيدي ربي، تجي عنده انت كتمشي، ياتيك هروله، راه صحيح تقرب منه شي بر يتقرب منك ذراعا. ودي غير بين سيدي ربي راه غادي يعاونك، بين سيدي ربي باللي انت بغيتي تغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بدا بالنفس ديالك، غير صاحبي. بارك عليك من ديك التفاهه حبيبي، ربي بارك عليك، الله يرحم ليك الوالدين. صافي، شوف احنا ما قلنا لك كاع دير شي مجهود، ما تفرش. صحيح مجهود قاسح هذاك اللي غادي دير، صعيب، النفس ديالك غادي تحبسها على داك ماشي التفاهه سهل، وداك الشيء. ماشي سهل، تقاتل، ماشي ساهل، ولكن تقاتل، تقاتل صحيح كما تبليتي. خرج راسك من داك المستنقع، واش انت تحتي في واحد المستنقع، تحتي في واحد الوحل، وتقاتل باش تخرج. ماشي تبقى صافي انا طحت، صافي خليني غير هنا، ولا خرج يا صاحبي، خرج، والله لا بغيناك تخرج. وبتلقى ملي تخرج اول واحد غادي يعاونك هو سيدي ربي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيدي ربي سبلنا. واش عرفتي شنو يعاونك سيدي ربي؟ عاونك سيدي ربي، راه نقول لك انا من هنا نكشي لك، نجيتي والله الا نجوت، حيت اللي كيعاونك داك اللي على كل شيء قدير، كيعاونك هذاك الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، كيعاونك هذاك الذي يقول للشيء كن فيكون، هذا هو اللي كيعاونك. اذا خرجت نضم وقتي. زائد بانت لي شي تفاهه، ندير واحد المجهود رقم جوج. قلنا المجهود الاول ما نتفرجش فيه، المجهود الثاني نماسكي، نسينيالي نماسكي والفيسبوك والمنصه. نعم هذا ما يبقاش يطلع ليا، ماسكي ليا الحبس، بركه ما بغيتش نتفرج غادي مازال في هذا. يوسف، غادي نقاطعك غير القضيه ديال هنا الماسكي. الماسكي نقدر نقولها شي واحد اللي صافي طبق الحاجه الاولانيه اللي قلتي، وانه صحيح صافي ما تفرش فيها. علاش؟ حيت كيجي الماسكي كيجي كيقول لك بلاتي بعدا نشوف ياك ما عندك لانشون ظلمو، بلاتي نشوف. كيولي القلب ديالو رجع اكثر من الاول. شي الواحد فاش كينقطع على واحد المعصيه كان كيديرها، ومن بعد مدة ديال الانقطاع ومشى رجع ترجع ليها، كيرجع ليها اكثر واقوى من اللي كان فيه قبل. حيت شوف حيت انا دابا انا الشهوة واحد الحاجه والمعصية، الشهوة يوسف، والمعصية واحد الحاجه باش غير نحط واحد التعريفة والدس دي معاذ. الشهوة والمعرفة، الشهوة قلت لكم المعرفة، الشهوة والملذات هي مرتبطة بلا دوز. أنت اليوم هاد اللقطة هادي هي اللي كتطلع لك لا دوز ديالك، وكتجعلك، نحيدوا هذا المصطلح تاع لا دوز، تنتشي، كتجعلك بعض العبارة هادي. غدا راه غادي يجيب لك نفس اللقطة، والله ما تدير عليها هكا، صافي ما بقاتش كتقضي لك غرض، خاصك أكثر. بعد غدا خاصك واحد الانتشاء أكثر من داك ديال البارح. وغادية ملي كتقطع، ملي كتبغي ترجع، ولا ملي كترجع لديك المعصية، لا ما تقولش لي غادي ترجع كما كنتي، لا غادي ترجع أكثر من ما كنتي، وغادي ترجع أقوى من ما كنتي، وغادي لك تتفرج أكثر من ما كنتي. علاش؟ لأن داك الشيء ما بقاش كيقضي لك غرض، ما بقاش كيطلع لك ديك النشوة، صافي. بالتالي ما نتفرج، ندير ماسكي، ندير سينيالي، نحيد، ما نعلق، ما ندير جيم، ما ندير والو.
ونبدل. نعم ونبدل، لا لأن انا نخدمو حتى سدي موعد انا غنختم بها واحد ونبدل القضيه هي ونبدل. اسمع نكمل الفكره ديالي وكملها حتى سدي موعد ونبدل. هذا الصباح هذا اللي كان كليكي على التفاهه يكليكي على المنفعه، هاد العينين هادو اللي كانوا كيتفرجوا في التفاهه يبدلوها بالمواعظ، يبدلوها بالخير. اذا نبدل هاد الاشياء اللي كنت كندير، ما نخليش الفراغ، حد داك الفراغ هو اللي غادي يعاود يخليني نرجع لدوك التفاهه عاوتاني من جديد. نبدل كيقولوا العلماء تنسى عليها المصطلح، ايه التخليه والتحليه. وانت كتخلى خصك تعمر، يعني ماشي كتقول صافي انا كنتخلى على التفاهه دي وكنخلي الفراغ، لا وانت كتخلى على التفاهه تفرج في المفيد، ما تخليش الفراغ. وانت كتخلى على الكليكاج على التفاهه كليكي على الخير، وانت كتخلى على مشاهده التفاهه تفرج في الخير. اذا التخليه والتحليه، ولعلنا نختم بك اودي سيدي معاذ. انا غير واحد القضيه غادي نقدر نزيدها، هي صراحه سمعتها من الاستاذ ياسين العمري في جوج محاضرات واخرها اللي كانت دارت في مكناس. واحد الحاجه اللي كت قاصحه شويه على القلب، قاصحه الى سمعت ليها مزيان. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو القدوه دي في 12 ربيع الاول 11 للهجره، ملي شد عليه المرض وقربت الساعات الأخيرة ديالو، وكان آخر العهد ديالو بالأمة ديالو، وأنه حمل قفوه وعلى الستارة وشاف المسلمين كيصليو غادي يصليو وأبو بكر يأمهم. ملي شافوه طمأنوا، وأبو بكر رضي الله عنه خلا المحراب باش يجي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشار لهم زعما أن يثبتوا، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه يأمن الناس، يرجع يأمن الناس. وشاف هذاك المنظر، شاف أن ديك الصفوف، أن هذا الدين هذا اللي ماتوا فيه ديك الرجال، أن هذا الدين اللي تقاتلوا عليه الناس، وهذا الحمد لله ها هما الخوت متراصين، ها هما الخوت مع بعضياتهم إلى آخره. شاف يعني هذاك تمارا المنظر ديالو ما مشاتش في الخاوي. تمارا ديال هذوك الناس اللي ماتوا، هذاك الشيء كامل ما مشاش بالخير. شاف هذاك المنظر هو يبتسم ملي على ديك الستار، ابتسم. طيب صلى الله عليه سؤال وسلم. كما قال الاستاذ ياسين العمري، طيب سؤال هو لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدر له انه يرفع الستار باش يطلع على الحال ديالنا، تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسجل النمره ديالك، يعني كيعرفك، عنده الكونتاكت ديالك، وانت نشرتي واحد ستوري، واش هذاك ستوري كان ليسر؟ واش هذاك ستوري اللي كتسب فيه واللي كتعاير فيه كان اللي يخليه يبتسم؟ هذاك ستوري اللي حطيتي نتايا كتقول ان ديك الفرقه دارت فرقه اجنبيه وهذا، والناس كتبغض بعضياتها على ود الفراقي، هل كان هذاك الشيء غادي يسره؟ هذاك الشيء اللي كتفرج فيه نتايا، واش الا شاف فيك كان غادي يبتسم؟ طيب هذاك الشيء اللي بركتي عليه باش درتي جاب، الا شاف فيك واش غادي يبتسم؟ ف صلى الله ملي كتبقى تشوف هذا السؤال وكتمعن فيه، كتقول لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غادي يفتخر بينا غدا يوم القيامه يقول لك امتي امتي، وغادي ينادي امتي امتي، واش كتظن انه غادي يقول امتي امتي؟ وانت جاي بواحد الحوايج اللي كنتي كديرهم ماشي هما هادوك، وكتطمع ومازال طمعان في انه يشفع لك. ف هذا سؤال انا كل واحد صراحة خصو يطرحوه على راسه، سؤال كل واحد يطرحه على راسه. يطلقوا على راسه كما قال الاستاذ ياسين العمل. ف عيب. نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا ودا سيدي معاذ. ولعلنا امين نختم صحيح. ونعتذر للمشاهدين إذا كنا أطلنا عليهم أو عليهم. إذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا ودا سيدي معاذ، بارك وجزا الله الله خيرا سيدي يوسف حتى هو. يسر الله أمرك. السلام عليكم ورحمة الله.